صباح الخير. كلمتين وبس. أخبار تتويبا. قطرات الندى. لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. مرحبا بحضراتكم واهلا بيكم في حلقه جديده ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشه التلفزيون المصري من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. مرحبا بحضراتكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، واحنا بنبص كده في الاجنده العالميه والدوليه لان النهارده اليوم العالمي للصداقه. انا الحقيقه واحده من الناس اللي بعتبر انه الصداقه دي من اهم العلاقات اللي ممكن تكون في حياه الانسان، عشان كده لقيت ان هي مناسبه لطيفه كده ان احنا نتكلم فيها مع بعض في بدايه الحلقه عن الصحاب اللي في حياتنا، عن الناس اللي دايما بنلاقيهم حوالينا سند وظهر، دايما بنعتمد عليهم، بنفرح معاهم، بنتبسط حتى بقعدتهم، حتى المواقف الصعبه بتهون معاهم. الصاحب اللي تعرف تتكلم معاه بحريه عن كل اللي جواك بكل صراحه من غير ما حد يحكم عليك. الصاحب اللي لما بتطلب رايه في حاجه بيكون موضوعي وبيخاف على مصلحتك، ومعنى انه بيخاف على مصلحتك انه يقولك انت غلطان لما تكون غلطان او انت صح لما تكون صح ويقويك. الصاحب اللي دايما يتمنى ليك الافضل، اللي يتمنى يشوفك كويس وشاطر وناجح، عشان كده دايما بيقولوا الصاحب رزق. وبالمناسبة هو الصحاب مش لازم ابدا يكونوا شبه بعض، في ناس لما تحب تنصح تقولك دايما اختار اللي شبهك. لا مش شرط خالص اختار اللي شبهي او اللي عاداته نفس عاداتي او طباعه نفس طباعي، لكن لو مش ما اقصدش بالعادات انه المبادئ او التربيه، انا اقصد العادات يمكن الروتين اليومي، الحاجات اللي احنا متعودين نعملها، الطريقه اللي بنتعامل بيها في يومنا او مع الناس او ايه اللي ممكن يكون مفيد لو الصحاب وشبه بعض في كل حاجه. بالعكس ممكن لو مش شبه بعض يكونوا ان هم بيكملوا بعض، طبعا مش عكس بعض بس يكونوا بيكملوا بعض. الناس بتحب ترتاح للكلام مع بعض، عشان كده دايما هنلاقي في صحاب قعدتهم حلوه، وقت ما تحس ان انت مخنوق او متضايق بتروح تقابلهم ومتاكد ان انت هترجع مبسوط ومودك بتغير 180 درجه. في صحاب تانيين هم صحاب ذكريات وعشره، يعني صحابك بتوع زمان خصوصا صحاب المدرسه والجامعه اللي يمكن الايام فرقتنا عن بعض وكل واحد يمكن دنيته خدته في سكه مختلفه، لكن لسه بينك وبينهم عشره ومحبه وألفه وثقه، وكل ما بتتقابلوا كلامكم كله بيدور عن ذكرياتكم والايام اللي عشتوها سوا. لكن اعتقد ان اجمل حاجه هم الصحاب الجدعان، ان كانوا بقى صحاب عشره، صحاب مدرسه، صحاب شغل، ايا كان الجدعانه، الصحاب الجدعان، السند اللي دايما بنبقى كلنا محتاجينه، اللي بيفضلوا معاك في كل وقت، بيشاركوك كل ايام حياتك وكل ظروف حياتك، في لحظه ما بتحتاجهم بتلاقيهم موجودين وحواليك. عشان كده يمكن فعلا فكره الصداقه دي انا ما اعتقدش انها حاجه تكميليه او يمكن حاجه رفاهيه. في ناس على فكره ما بتبقاش مدركه قوي اهميه الصداقه، يعني عادي عندي زمايل، عندي معارف، عندي ناس بخرج معاهم، عندي ناس لو زهقان ممكن انزل اقعد معاهم، ما بيبقاش فاهمين قوي فكره الصداقه او مبدا الصداقه ده عامل ازاي، يعني ايه. الناس دي اعتقد انها ما جربتش يعني ايه يكون عندك صاحب جدع بتثق فيه، حد بتروح له بتتكلم معاه، لو انت غلطان مش هيحكم عليك وعارف الخير اللي جواك، ولو انت صح هيقف في ظهرك وهيقويك قدام الدنيا كلها. الصحاب انا في رايي هم العيله اللي احنا بنختارها، كلنا بنتولد لا بنختار لا اب ولا ام ولا حتى اخوات، لكن الصحاب احنا بنختارهم. ومن اكتر المواقف المؤلمه ومن اكتر اللحظات المؤلمه لما ثقتك في صاحب تتهز، لما صاحب او شخص انت بتعتبره صديق ومقرب ليك ويخون تبقى أعتقد من أكتر الأوقات المؤلمة أكتر من أي خيانة تانية، لأنه أنت ده الشخص اللي بتعتبره يعني زي ما بيقولوا كده البير بتاعك، خزان أو حصالة أسرارك، كل أسرارك عنده، بتتكلم أكنك بتتكلم مع نفسك في المراية. تخيل الشخص ده ما يطلعش جدير بالثقة. من أكتر الحاجات المؤلمة يمكن حتى لو تابعنا لقاءات انترفيوز مع ناس كبيرة أو حتى مع ناس متقدمة في العمر شوية، هتلاقيهم دايما بيقولوا إن أهم حاجة أو الناس اللي هونت علينا رحلة حياتنا هم الصحاب، صحاب الجدعان، الصاحب اللي لما تقع في موقف صعب ما يقولكش لا والله أنا مش هقدر أساعدك، لا هتلاقيه معاك بقلبك. وبالمناسبة في ناس بتشوف إنه الصحاب لازم يكونوا، عشان اقدر اقول ان ده صاحبي يعني لازم يبقى عشره عمر طويله، او الصاحب اللي لما بقع في موقف بس يعني هو شخص جدع ساعدني. طبعا دي كلها حاجات مهمه، العشره مهمه، المواقف الجدعه مهمه، لكن في عامل اخر كفيل انه يكشف الشخص اللي قدامك، وهي تعارض او تضارب المصالح. مش هقول ان احنا في المدينه الفاضله، ومش هقول ان احنا بنتكلم عن المثاليه، ولكن على اقل تقدير وانا بختار مصلحتي هبقى عامل حساب مصلحه صاحبي معايا، او انا بختار الحاجه اللي هتنفعني ابقى عامل حسابي ان الشيء ده مش هيوجع صاحبي، مش هيضايقه، مش هيأذيه. اعتقد دي اكبر او ده اكبر عامل ممكن يكشف الصحاب، لانه بالمناسبه هي الجدعنه بتبقى سمه شخصيه. يعني انا ممكن اكون شخص جدع، لو شفت اي حد في موقف هقف اساعده. احنا المصريين عادة جدعان، لو شفنا عربية عطلانة اصلا في الشارع بنقف ننزل نساعد، لو شفنا اي حد محتاج اي حاجة دايما، احنا دي فينا يمكن سمة شخصية في المصريين، احنا جدعان. فالجدعانة في حد ذاتها مش شرط ان هي تكون من صاحب ليك، ممكن يبقى جدع ويطلع اسرار، ممكن يبقى جدع وبيتكلم عليك في مواقف كتير جدا بالمناسبة. عشان كده ما بعتقدش انه الشخص الجدع، لا هو جدع يتقال عليه جدع، بس مش شرط انه يكون صديق مقرب جدا. واحنا هنا بنتكلم مش عن المعارف، مش بنتكلم عن الزملاء، بنتكلم عن الاصدقاء المقربين جدا، اللي بيعتبروا في منزلة العائلة، اللي بيعتبروا في منزلة الاخوات. انا عن نفسي بصراحة حظي حلو في صحابي، عندي صحاب كتير قوي، بشم فاقول اسامي عشان ما انساش حد ومحدش يزعل، بس هم عارفين نفسهم، هم بيسمعوني بتكلم دلوقتي، هم عارفين نفسهم كويس قوي. ناس وقفت معايا في مواقف كتير جدا، وانا يمكن حياتي يعني عديت بكم موقف مش لطيف. في ناس كانت موجودة عشان تسمع، وكان في ناس موجودة عشان حتى تقدر تاخد قرارات أنا في وقت ما كنتش عارفة آخد فيه قرار، ما كنتش عارفة إيه الصح من الغلط، مش عارفة أعمل إيه. في عندي النوع ده من الصحاب، صحاب من المدرسة، عندي 2 مثلا من المدرسة، عندي من الجامعة كذا شخص صحاب مقربين. وبالمناسبة عندي زميلات عزيزات كمان في منزلة الصديقات الجدعات جدا. ف خليني أقول إن الصحاب فعلاً رزق، ولو أنت ما عندكش على الأقل صاحب جدع ابتدي دور على صاحب جدع، بس في الأول لازم أنت شخصياً تكون جدع، لازم تكون شخص مؤهل إن لو أنت قررت إن الشخص ده هيبقى صاحبي تبقى عارف إن أنت هتقف معاه في كل مواقفه، تعتبره فرد من أفراد عائلتك، هو شخص موجود بس أنت اخترته، مش يعني مش مجرد ان هو القدر ان هو ابوك او امك او اخوك او اختك، ده شخص انت اخترته عشان يكون فرد من افراد العائله. لو لقيت الشخص اللي قدامك فيه كده بعض الحاجات حتى ما فيهاش عتاب، لقيت شخص طلع اسرارك، اتكلم عليك وحش، متعمد حتى انه مش هقول لك بقى يتكلم عليك وحش كمان، حتى ما يحسنش شكلك قدام اللي بيتكلم في ظهرك، ما ينصحكش، ما يقولكش انت النهارده كنت كويس او النهارده لا كان عندك مشكله، دول مش صحاب خالص. ودايما احترسوا وخليكوا يعني حذرين جدا جدا وانتوا بتختاروا صحابكم، لان الشخص ده هيبقى عايش معاك لحظه بلحظه، مش هقول لك يوم بيوم، هقول لحظه بلحظه. فحتى لو انت ما طلعتش اسرار هو شايف حياتك كلها قدامه، فلازم تبقوا عارفين انتوا بتختاروا مين كويس قوي عشان يبقوا صحابكم، لازم تبقوا عارفين بتختاروا مين كويس قوي عشان يدخل بيتكم، لازم تبقوا عارفين كويس قوي مين اللي بيتعامل مع افراد العيله عندكم، ان كان جوزك، مراتك، ولادك، ده شخص موجود معاكم طول الوقت. فاعتقد ان هو يعني على قد ما هو رزق وعلى قد ما هو موضوع مهم ولازم يكون موجود صديق في حياتنا، بس في نفس الوقت لازم نختاره بعناية. وطول ما احنا عايشين هنقعد نجرب ونعرف ونكتشف ناس، إن كان نكتشفهم بالشكل الإيجابي أو بالشكل السلبي أيا كان. يعني في ناس هتبقى متخيل إن هم كانوا ناس عادية في حياتك، هتكتشف في وقت من الأوقات إن هم أحسن من ناس كتير جدا أنت كنت معتقد إن هم صحاب وقرابين، والعكس ناس هتلاقي كنت معتقد إن هم صحاب وقرابين طلعوا يعني ولا أي حاجة. على أي حال، حسيت أنا طولت قوي في الكلام عن موضوع الصحاب، بس حقيقي أنا بالنسبة لي الصداقة دي من أهم خليني أقول العلاقات اللي ممكن تكون موجودة في حياتنا، أو من أهم حتى الحاجات اللي ممكن تهون علينا عامة الحياة. مثلا إحنا سؤال حلقتنا النهاردة هو بمناسبة اليوم العالمي للصداقة، احكي لنا عن صاحب عمرك اللي طلعت بيه من الدنيا، اعملوا منشن لصحابكم، وكمان قولوا لنا مواقف بينكم وبين بعض، مش لازم بس مواقف الجدعانه ولا مواقف صعبه، حتى لو مواقف لطيفه حلوه انتم مش ناسينها. ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلينا نعرف اجاباتكم عشان نستعرضها مع بعض في حلقه النهارده. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر. دلوقتي خلينا نروح نصبح على دينا شرف ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس والمرور في القاهرة والمحافظات. نسألها كمان سؤال حلقتنا. دينا، صباح الخير عليكي. صباح الخير يا جمانة، صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. أهلا بيكي. قولي إيه موضوع، إيه أخبار بقى الصحاب معاكي؟ هو بصي، يعني أنا يمكن طبعا عندي أصدقاء كتير ومعارف كتير قوي على مدار حياتي كلها، لكن أنا كنت دايما بقول في جملة كان الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق بيقولها، أنا كنت أتمنى أن يكون أصدقائي على يعني بيتعاملوا، أتمناهم يكونوا زيك كصديق. يعني أوقات كتير قوي بتمري مواقف بتكتشفي إن مش كل الأصدقاء بتكون جدعان أو كويسين، المواقف كاشفة يعني. أكيد. ويمكن أنا بقول دايما إن الصديق مش بالعشره بالسنين الطويله قوي، بس الصديق هو موقف كمان في الشده، غير في الازمه، غير في الفرح. يعني مش اللمه اللي بتبقى موجوده معاك وقت فرحك، بس لما بتكون في وقت شده بقى فين اللمه دي، بتدور عليها. فصديقه طبعا يعني اهم حاجه في الدنيا كلها، لما الواحد كده بيلاقي حد يسمعه ويفهمه ويتكلم معاه براحته على سجيته، لما بتلاقيه واقف جنبك في كل مكان او كل مناسبه او كل ازمه بتمر بيها، بيسأل عليك دايما، مفيش أي مشكلة ما بينكم، ولو هو حتى في حاجة ما بينكم ما بينها بمصلحة بيبديك عليه. ده لازم صديق تمسك فيه كده بإيديك وبسنانك زي ما بنقول، إن حد يقعد يسمعك ويفهمك ويبقى مقدرك كويس قوي وبيرد غيبتك. يعني كمان دي أهم حاجة، يعني بنشوف أصدقاء كتير ممكن بنعتبرهم أصدقاء، لكن هم لما حد بيجيب في سيرتنا من ظهرنا بالعكس هو بيكون ما بيردش، لكن رد الغيبة دي أهم حاجة. بحس إن ده الصديق الجدع بجد، اللي يستاهل يكون معاك طول عمرك، ويستاهل يكون كتفك بكتفه وتشيله ويشيلك طول العمر. وأتمنى إن احنا كلنا نخلي أولادنا كمان عندهم صداقات زي دي تفضل مستمرة معاهم، لأن الصديق ده حاجة كويسة جدا، بتساعد الإنسان بأن هو يكون عنده حد بيسمعه بيفهمه، مش لازم من جوه عيلتك، ممكن يكون صديق من بعيد شوية، لكن بيقدر إن هو ينصحك النصيحة المهمة جدا في حياتك، بيقدر يكون أمين معاك في كل حاجة، وزي ما بقول تاني وهرجع وأقولها، بيرد غيبتك في ظهرك. دلوقتي بقى خلونا نتابع معاكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وهنبدأ معاكم من القاهرة. وشارع رمسيس بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي، مكملة لحد ميدان العباسية. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، هناك هنلاقي برضو في كثافات بسيطة لكن غير مؤثرة. لو كملنا لحد ما نروح كوبري الجلاء، هنلاقي هناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية غير مؤثرة، هتبدأ تختفي واحنا داخلين على طريق المطار. كمان ظهرت بعض الكثافات على كوبري الحدائق القادم من الزاوية ومتجه للفنجري، كذلك الأمر على كوبري المطرية القادم من الكابلات. نروح للجيزة، وطبعا نصعد هناك الحالة المرورية. شارع الهرم بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين، ده بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. ولسه مكملين في شارع الهرم الرئيسي، بيشهد أيضا تباطؤ في حركة السيارات، ده بسبب غلق الشارع في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدقور والطلبية. ظهرت كمان بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية. في كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. بتظهر كمان كثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان، في كثافات مرورية متحركة كذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. ظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. اللي رايح المهندسين ومتجه لأكتوبر في سيولة مرية كبيرة على المحور، بتظهر كثافات بسيطة على محور 26 يوليو اللي جاي من أكتوبر وبتستمر لحد ميدان لبنان. هنروح معاكم لمحافظة أسيوط، وقدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، كمان بتقل بشكل تدريجي لحد طريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية زي طريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية، وطريق منيا أسيوط أيضا بيشهد سيولة مرورية. مكملين جولتنا ونروح الإسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6. في الشارع هناك بتبدأ تظهر كثافات مرورية متحركة بسيطة جدا، هتبدأ تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. هنروح لطريق أحمد أبو زيد وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي. من جولتنا المرورية في محافظات مصر خلونا نستعرض معاكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهارده في تراجع في شوية في درجات الحرارة على كل الأنحاء، لكن لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة. الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كمان في نشاط رياح على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 31 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. وكعادتنا دايما بنبدأ معاكم أخبارنا وفقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها عودة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن أمس بعد المشاركة في القمة الأفريقية الروسية الثانية اللي انعقدت بمدينة سان بيترسبرغ في روسيا الاتحادية. أيضا القوات البحرية نظمت زيارة لعدد من متدربات الأكاديمية الوطنية للتدريب. أيضا أكاديمية الشرطة نظمت دورة تدريبية في مجال الكشف عن الوثائق المزورة. أخبار كتيرة حصلت امبارح، أبرزها عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة الإفريقية الروسية الثانية اللي انعقدت بمدينة سان بطرسبرغ في روسيا الاتحادية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات البحرية نظمت زيارة لعدد من متدربات الأكاديمية الوطنية للتدريب الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي للمصريات في الخارج، وده بقاعدة الإسكندرية البحرية، في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل مع كافة المؤسسات الوطنية ونشر الوعي الثقافي بين أبناء المجتمع المصري. تضمنت الزيارة عرض تقديمي لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها في حماية المياه الإقليمية والمصالح الاقتصادية للدولة المصرية، فضلاً عن تفقد عدد من الوحدات البحرية منها حاملة المروحيات أنور السادات والفرقاطة العزيز ويخت المحروسة. وتم استعراض الإمكانيات الحديثة والمتطورة اللي شهدتها القوات البحرية خلال الفترة الماضية. امبارح نشرت وزارة الداخلية على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي إن أكاديمية الشرطة استضافت بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة دورة تدريبية في مجال الكشف عن الوثائق المزورة في سياق مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وده خلال الفترة من 23 ل 27 يوليو، واللي بينظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتمويل من الاتحاد الأوروبي للكوادر الأمنية بوزارة الداخلية. امبارح نشرت وزارة الداخلية على صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي إن أكاديمية الشرطة استضافت فعاليات دورتين تدريبيتين بعنوان القانون الدولي الإنساني ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مناطق النزاع، وتم عقدهم خلال يومي 24 و 25 يوليو بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمشاركة عدد من ضباط الداخلية. استهدفت الدورة تدريب الكوادر المرشحة للمشاركة في مهام حفظ السلام وتوعيتهم بالدور الهام اللي بتلعبه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مناطق النزاعات وتطبيق القانون الدولي الإنساني وأهميته في حماية المدنيين خاصة الفئات الضعيفة. خلينا دلوقتي نروح لأخبار المحافظات. وفي أسوان تم إطلاق مبادرة صحتي سر سعادتي في نصر النوبة للتوعية ضد مخاطر الإدمان. وفي دمياط تم تخصيص 33 برج إنقاذ على شواطئ راس البر. أما في الشرقية فارتفعت نسبة توريد القمح لمواقع التخزين ل 535 ألف طن. تفاصيل أكتر وأخبار من محافظات أكتر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. فأسوان شهد مركز نصر النوبة إطلاق أولى فعاليات مبادرة صحتي سر سعادتي، واللي بتهدف لنشر الوعي ضد مخاطر الإدمان وآثاره السلبية على الشباب والأسرة والمجتمع، وده للفئة العمرية من سن 10 ل 18 سنة، بجانب عقد ندوات توعوية على مستوى المحافظة. ومن المقرر أن تستمر فعاليات المبادرة حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل. في دمياط شهد مصيف راس البر إقبال كبير من الزائرين من مختلف المحافظات للاستمتاع بشواطئ المدينة، وده تزامناً مع الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة. وأكد مجلس مدينة راس البر إن فرق الإنقاذ بتعمل يومياً منذ شروق الشمس وحتى الغروب وسط تجهيزات خاصة بالشواطئ من خلال 33 برج إنقاذ و5 خيم لتجميع الأطفال التائهين و4 نقاط للإسعاف. في البحر الأحمر بيستقبل مطار مرسى علم الدولي طوال الأسبوع حوالي 27 ألف سائح من مختلف الجنسيات قادمين على متن 135 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، بارتفاع في معدلات الوصول عن الأسابيع الماضية، وبتصل الرحلات من 11 دولة أوروبية. في القليوبية شهدت المحافظة افتتاح ملتقى التوظيف بالتنسيق مع وزارة العمل بمقر المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة. بيوفر الملتقى 2548 فرصة عمل من خلال 74 شركة قطاع خاص في مختلف المجالات. في شمال سيناء استقبل مستشفى بئر العبد التخصصي 19 طبيب من 4 جامعات بيقدموا خدمات الكشف الطبي وإجراء العمليات للمرضى المترددين على المستشفى من كل قرى ومدن المحافظة. في أسيوط بيتم تنفيذ أعمال تطوير الشوارع بمدينة منفلوط، وده من خلال تركيب البولدرات والأرصفة والإنترلوك تمهيداً لأعمال الرصف وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري وتسهيل تنقل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية. في المنوفية أكدت مديرية الصحة على انتظام فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وتقديم الخدمات الطبية بالمجان بمختلف التخصصات المتنوعة للمواطنين. وقعت الحملة الكشف على 368 ألف حالة حتى الآن بجميع التخصصات. في الشرقية أعلنت المحافظة إن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة بلغت 535,936 طن و237 كيلو قمح، وده وسط تحذيرات على أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها باستخدام القمح المحلي في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. خلينا دلوقتي أفكركم بسؤال الحلقة. سؤال الحلقة بيتكلم عن الصداقة، وبمناسبة اليوم العالمي للصداقة احكي لنا عن صاحب عمرك اللي طلعت بيه. في تعليقات كتير جدا الحقيقة، يعني إيه، ويعني في خلينا نقول 50%. في أستاذ عبد الحكيم فهيم الحايس بيصبح علينا وبيقول في ليه صاحب مش هيتعوض، أحمد حسن الديب من المنوفية أرض الرجال، ساب فراغ في حياتي فعلا مع إن ليا 2500 صديق ما شاء الله، لكن هو مش هيتعوض. بتمنى له حياة سعيدة وربنا يسعده دايما. يعني دي شهادة حق في صاحبك، بالرغم ان واضح ان انتوا مش بتتكلموا. على فكره دي نقطه مهمه جدا 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 بقى يا استاذ عبد الحكيم، فكره الهجر الجميل، انه ممكن لاي سبب من الاسباب الصحاب يبطلوا يتكلموا مع بعض، يحصل خلاف، بالمناسبه الدنيا تاخدكم من بعض، لكن بنلاقي انه حتى لو حصل خلاف بينا بنفضل حافظين السر، لو حتى حصل خلاف بينا مش بنقطع في بعض ومش بنجيب سيره بعض. ولو بالمناسبه حد اتكلم على هذا الصديق من ظهر التاني في واحد دايما بيرد الغيبه، دايما بتردوا غيبه بعض. فدي نقطه مهمه جدا، لان في ناس مقتنعه او بتبقى شايفه انه بما ان علاقتي بيك خلصت يلا نعلن الحرب، ننسى العشره بقى وننسى ان احنا دخلنا بيوت بعض وننسى كل الحاجات دي، ويلا بينا بقى ايه نبتدي احنا مع بعض مرحله كده جديده من الكلام على بعض وخروج الاسرار وما الى ذلك. واعتقد ان ده بيبقى اصله تربيه يعني بشكل كبير. خلينا نروح لاستاذ عمرو محمد، بيقول على الشخص ان يختار صديقه، ومش كل صاحب يصبح صديق وفي. كل فتره من حياتي في صديق مخلص. طبعا لازم نختار الصديق بمنتهى العنايه، ده بكل تاكيد. في كمان وليد عبد ربه بيقول الصديق ومعنى هذه الجملة الآتية: من لم يكن معك وقت العاصفة لا يصح أن يكون معك عندما تشرق الشمس. طبعا 100%. أستاذ ربيع عبد المولى بيصبح علينا وبيقول بصبح على كل صحابي وحبايبي وإخواتي، الصديق وقت الشدة اختاروا الصديق ليشيلك وقت الأزمة. أيوة يا جماعة، قولوا لنا مين صحابكم، قولوا لنا إيه السمات الشخصية اللي في صحاب حياتكم أو عشرة عمركم، اعملوا لهم منشن. لان انا حاسه ان احنا ابتدينا نقول نصائح، كل ده احنا عارفينه، واحنا بنتكلم على فكره انه في ناس شايفه انه مفيش اصلا صديق وفي، انه من المستحيلات الخل الوفي. لا، مش من المستحيلات، موجود بالمناسبه. في كمان استاذ احمد عبد الرازق، دي الاجابه النموذجيه بقى يا جماعه النهارده اهي، عامل منشن أستاذ أحمد عبد الرازق، عامل منشن لصديقه الأستاذ أحمد علي، وبيقول صاحبي وأخويا الصغير، يعني الجدعنة والطيبة والأمانة، عمري ما طلبت منه حاجة وأثر معايا، بالعكس بمجرد ما يحس إني محتاجه بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يساعدني، وربنا يقدرني وأكون دايما الصديق المخلص ليك. الزهرة أستاذ أحمد علي، وبيوجه له رسالة بيقول له إنك فعلا صديق حقيقي. ما شاء الله، عشان كده بقول لحضراتكم هي دي الاجابه النموذجيه يعني. في كمان رقيه علي بتصبح علينا وبتقول انا عندي صديقتين اختي واسمها ميار، وهي اكتر حد بيسمعني وبيحبني وبيدعمني، هي وصديقتي رضوى، وليا معاهم مواقف دعم وحب كتير لو قعدت احكيها مش هتخلص، وحابه اقول لهم عبر برنامجك اني بحبهم جدا، ربنا يخليكم لبعض ودايما يا رب يديم المحبه بينكم. في استاذ همدي هارون بيقول صديق عمري وعشره من الطفوله حتى معايا يعني، ومعاهم الطفوله حتى في الشغل، واسمه شوقي جمال. صباح الخير على حضرتك يا استاذ همدي، وكمان على استاذ شوقي جمال، وربنا يا رب يخليكم لبعض. دي كانت مجموعه من اجابات حضراتكم، مستنيين اجابات اكتر ومنشنز اكتر ومواقف اكتر عشان نستعرضها مع بعض خلال حلقتنا النهارده. اما دلوقتي نروح لفاصل سريع جدا ونرجع نكمل معاكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر، استنونا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في تراجع شوية في درجات الحرارة على كل الأنحاء، لكن لسه في ارتفاع في نسب الرطوبة. الطقس هيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون مائل للحرارة رطب على كل الأنحاء. في شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء، كمان في نشاط رياح على اغلب الانحاء. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم، عضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. كلنا عندنا سعاده بالغه بان درجات الحراره انخفضت قليلا، وبدانا نحس بنسمه هواء بس بالليل حتى كده، لان كان بقالنا طبعا اسبوعين كانت الجو كان صعب جدا. طمنينا عن حاله الطقس، وهل معدل انخفاض درجه الحراره ده هيستمر معانا كذا يوم ولا النهارده بس؟ بالفعل، يمكن احنا بدأنا من الأمس انخفاض في درجات الحرارة بمعدل من درجتين ل4 درجات، يمكن في بعض المناطق كمان وصل ل5 درجات، في معظم انحاء الجمهوريه انخفاض في درجات الحراره بسبب وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، امتداد كمان لمرتفع العروض الوسطى اللي دايما معاه الكتل الهوائيه بتكون اقل حراره من امتداد منخفض الهند الموسمي. وبالامس سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 35 درجه مئويه في الظل، طبعا بعد ما كنا بنسجل 38 و40 درجه مئويه خلال الاسبوع الماضي. اليوم مكمل معانا انخفاض في درجات الحراره، ويمكن كمان متوقع ان هو يكمل معانا على مدار هذا الاسبوع، ومتوسط درجات الحراره العظمى على القاهره الكبرى هيكون ما بين 35 الى 36 درجه مئويه في الظل، لكن في استمرار لارتفاع نسب الرطوبه، استمرار ارتفاع نسب الرطوبه يخلينا نحس بمزيد من الارتفاع في درجات الحراره، دايما نسب الرطوبه لما بتبقى موجوده بتزود احساسنا، فهتخلي درجه الحراره المحسوسه لو تكون 38 او 39 درجه مئويه، لكن طبعا هو احسن بكثير من الايام الماضيه وفوق ال 40 بالظبط. احنا كانت المحسوسه قبل كده بتوصل ل 44 درجه مئويه، هي بس نسب الرطوبه الموجوده في الجو اللي متوقع ان هي تكمل معانا على مدار شهر 8 كله، لان احنا عارفين ان شهر 8 بيكون ذروه فصل الصيف بسبب الارتفاعات الكبيره في نسب الرطوبه. طقس النهارده هو طقس حر رطب على المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، شديد الحراره في المناطق الجنوبيه، ويمكن كمان المناطق الجنوبيه تدريجيا هتنخفض درجات حرارتها، بدانا نسجل 42 41 درجه مئويه على محافظات الصعيد. فتره الليل كمان فيها انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، بدانا نحس بنسمه هواء لطيفه كده فترات الليل في معظم انحاء الجمهوريه، واجواء معتدله على اغلب الانحاء، خاصه كمان ان فترات الليل في نشاط نزل الرياح بيقلل احساسنا بنسب الرطوبه، فبيساعد على احساسنا بانخفاض درجات الحراره وفترات الليل. يمكن احنا رجعنا للاجواء الصيفيه المعتاده في مثل هذا الوقت من العام، في شبوره مائيه طبعا نتيجه الارتفاع الكبير في نسب الرطوبه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض خفيف في الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر. لكن احنا دايما بننصح فصل الصيف عامه ان احنا بقدر الامكان لازم نتجنب اشعه الشمس، في ارتفاع او ما فيش ارتفاع فتره الظهيره دي تحديدا بيكون شده الاشعه الشمس اللي بيوصل الارض بيكون عالي جدا، وبنسجل اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله، فبقدر الامكان اتجنب اشعه الشمس المباشره لانها هتزود احساسنا بارتفاع درجات الحراره، ولا قدر الله لو انا وقفت تحتها فترات طويله ممكن تصيبني ضربات الشمس او الاجهاد الحراري، فلازم ناخد بالنا بس ونعمل احتياطاتنا بشكل. طيب بالنسبه كمان لحاله البحار، السواحل الشماليه وايضا البحر الاحمر، يعني هل يا ترى مناسب للاجواء ان الناس تمارس بعض الانشطه البحريه اليومين دول؟ هو بالنسبه للبحر المتوسط يمكن التعمق داخل البحر المتوسط، لان في ارتفاع امواج داخل البحر المتوسط بتوصل 2.5 متر، فناخد بالنا من التعمق داخل البحر المتوسط او حتى كمان داخل البحر الاحمر. لكن لو احنا هنستمتع بالاجواء نقدر نستمتع بالاجواء على شواطئ البحر الاحمر او البحر المتوسط، حركه الملاحه البحريه تعتبر معتدله، لكن المنأكد دي ما تعمقش داخل البحر لان في ارتفاع امواج داخل عمق البحر الاحمر والبحر المتوسط. حضرتك بتقولي ان درجات الحراره المعتدله دي مستمره معانا طوال الاسبوع، صحيح؟ احنا على مدار هذا الاسبوع يعني اليوم 35 درجه مئويه، غدا كمان متوقع استمرارها 35 درجه مئويه في الظل، طبعا عظمى على القاهره الكبرى، مع نهايه الاسبوع تكون 36 درجه مئويه، فطبعا هنفضل في الاجواء دي لحد نهايه الاسبوع باذن الله. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز العام بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا. خلونا دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره، العظمى 35، الصغرى 24، العاصمه الاداريه 35 24، الاسكندريه 32 23، العلمين الجديده 32 23، مطروح 31 22، دمياط 33 24، بورسعيد 33 25، اسماعيليه 36 25، السويس 36 25، العريش 34 24، كاترين 35 18، طابا 36 25، حلايب 37 31، شلاتين 42 31، شرم الشيخ 40 29، الغردقه 40 29، الفيوم 38 24، بني سويف 37 24، الوادي الجديد 41 25، اسيوط 39 25، سوهاج 39 27، قنا 42 28، الاقصر 42 28، واخيرا اسوان 42 29. طبعا من الاخبار الجيده ان درجات الحراره يمكن منخفضه او بدرجات طفيفه جدا خلال الاسبوع ده، لكن في نسبه رطوبه. وبرده بنأكد مره ثانيه بلاش التعرض المباشر في ساعات الظهيره للشمس علشان ما نعانيش من الاجهاد الحراري، ممكن يكون في غطاء للراس او ايضا كمان شرب كميات وفيره من المياه. هرجع مره ثانيه لجمانة علشان نكمل معاكم فقط صباح الخير يا مصر. بشكرك طبعا يا دينا، شكرا جزيلا، شكرا موصول دكتور منار غانم. يا رب يعني درجات الحراره تنخفض اكثر فاكثر يا رب. شكرا يا دينا، شكرا ليك. مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح نتابع مع حضراتكم اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله. كمان في ماتش مهم للاهلي مع الداخليه في الدور 16 من كاس مصر. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالحوار الوطني هيستأنف جلساته للأسبوع الخامس بالمحور السياسي، وهتعقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي جلسة لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية. وأكدت إدارة الحوار الوطني أنه على مدار الفترة الماضية انتهوا من انعقاد 4 أسابيع للجلسات النقاشية العامة للحوار الوطني، وقالت اجتمعنا على قلب وطن واحد خلال جلسات ممتدة بهدف التوافق على حلول لقضايا شكلت أولويات هامة لدى المواطنين. النهارده هينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ملتقى طلابي يركز على القيادة الاجتماعية تحت شعار سفراء العمل الاجتماعي. الملتقى بيسهم في تعزيز دور الطلاب كقادة مؤثرين في المجتمع والعمل الاجتماعي من خلال استضافة عدد من المتحدثين المتميزين والخبراء في مجال القيادة الاجتماعية لمناقشة الطلاب وتعريفهم بالمبادرات الرئاسية لتحقيق الخطة الاستراتيجية ورؤية مصر 2030. النهارده هينظم الأزهر الشريف احتفالية كبرى لتكريم الطلاب الفائزين من الأزهر في المرحلة النهائية من مشروع تحدي القراءة العربي في نسخته السابعة. وشهد العام الحالي أكبر مشاركة من طلاب الأزهر في المسابقة بمعدل يفوق 2 مليون طالب وطالبة و5100 طالب وطالبة من ذوي الهمم من 9516 معهد، وأشرف عليهم 7900 معلم ومعلمة. النهارده لعشاق الكرة المصرية موعدهم مع مباراة قوية في إطار الدور 16 لكأس مصر، هيلتقي فيها الأهلي مع الداخلية في تمام الساعة 7 مساءً. خلينا دلوقتي نروح مع حضراتكم لقصة لتمثال بابا شنودة اللي انتشرت بشكل كبير جدا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكان في إشادة كبيرة جدا من المتابعين بسبب دقة هذا التمثال، الدقة الكبيرة في نحت التمثال وإظهار التفاصيل بصورة فنية حلوة جدا. صاحب هذا التمثال هو الفنان ميشيل حنا اللي قدر إنه يطور موهبته في النحت بشكل مميز جدا. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع لحضراتكم نكمل الحكاية. عشق فن الرسم منذ صغره، وكانت حصة التربية الفنية من الحصص المحببة لقلبه التي كان ينتظرها بشغف وحب ليتعلم كل ما هو جديد يساعده على تنمية موهبته، حتى أصبح الآن ميشيل حنا زكريا الحاصل على مؤهل متوسط ويبلغ من العمر 28 عاماً حديث الكثيرين بعد أن أبدع في تنفيذ تمثال للبابا شنودة. ورغم أنه لم يلتحق بكلية الفنون الجميلة إلا أن العزيمة والموهبة كانت الدافع للتعلم والتفوق في النحت والمداومة على تطوير نفسه، كما عرض تفاصيل الملامح البشرية وعبر عن حالاتها النفسية لينحت العديد من التماثيل المميزة التي لاقت استحسان الجميع. تكونت الموهبة بشكل أكبر عند ميشيل في المرحلة الإعدادية، حيث كان يجيد الرسم بالزيت وعمل اللوحات، لكن عندما تعرف على مجموعة من النحاتين في بلده ملاوي بقرية البرشة ورأى الأعمال النحتية، أصبح لديه حافز أن يتعلم النحت. من بعدها توجه إلى القاهرة وخاصة منطقة مصر القديمة للتعمق في فن النحت ومعرفة أدق تفاصيله، كما اختلط مع نحاتين جعلوه أكثر حباً لهذه الموهبة. ركز ميشيل على أعمال النحت الديني بصفة خاصة لأنه متأثر بأعمال مايكل أنجلو، وكانت أعماله دينية مثل تمثال السيدة العذراء، وتمثال آخر كفن للمسيح، وتماثيل للملائكة، وتمثال لل4 بشائر. ثم أبدع في تجسيد البابا شنودة في تمثال صنعه بكامل تفاصيله واستغرق فيه 14 يوم عمل حتى ظهر بشكل فريد. خلينا في تفاصيل اكتر من ناحيه ميشيل حنا اللي موجود معانا دلوقتي عبر التليفون. ميشيل صباح الخير عليك وبنهنيك يعني على كل الدعم اللي شايفينه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما شافوا صوره التمثال، تمثال بابا شنوده تحديدا. صباح الخير يا فندم، متشكر جدا لذوقكم وتفاعلكم القيم اللي بيدعمني لقدام، حتى ده شيء مهم جدا في حياتنا. يعني الحقيقه انه بالعكس احنا اللي مهم ودورنا ان احنا نسلط الضوء على المواهب اللي زيك يا ميشيل. طب قولي بقى في البدايه كده، يعني اشمعنى فكره تمثال البابا شنوده الثالث، طبعا بابا الاسكندريه وبطريرك القراصنه المرقسيه السابق، اشمعنى الفكره دي تحديدا؟ هو كان شخصية مؤثرة بالنسبة لي يعني في المجال الديني، وغير كده هو في ذكرى مئوية ليه في شهر 8 لولادته، فكان وقت مهم ان هو يتعمل له تمثال دلوقتي. حبيت ان انت تعبر عن تقديرك ليه بالطريقة دي. طيب قول لي يا ميشيل، يعني انت ما درستش، واحنا شايفين حسب ما احنا شايفين الصور حتى في دقة كبيرة جدا ان كان في الرسم او حتى في النحت، ازاي قدرت توصل للدرجه دي من الاتقان؟ هو اهم حاجه ان الانسان يحط في ذهنه ان مفيش عائق قصاده، يعني مفيش حاجه ممكن تخليه ما يقدرش يوصل للنجاح او اللي هو عايزه. يعني مش مهم ان انت ما دخلتش كليه، مش مهم ان انت عندك عائق كتير، لا انت تحدى ده واثبت وجودك في المجتمع، خليك عامل مؤثر يعني فيه. طبعا حاولت اعرف معلومات كتيره من فنانين هنا وفنانين حتى خارج مصر يعني. طيب ميشيل اتفضل. فده كان شيء مهم جدا ان انا لازم اتحدى الظروف اللي حواليا، ما اقفش لحد النقطه دي، واحنا الحقيقه بنحييك على الروح دي. طيب ميشيل قول لي التمثال ده تحديدا خد منك وقت قد ايه؟ في حد ساعدك فيه باي شكل من الاشكال ولا؟ يعني احكي لنا كده من يوم ما قررت ان انت هتنفذ التمثال ده، تمثال بابا شنوده، لحد النهارده او لحد ردود الافعال الكبيره قوي اللي شفناها. هو التمثال خد وقت 14 يوم، محدش ساعدني فيه طبعا. هو انا بعمل اعمال كتير نحتيه محدش بيدخل فيها، يعني كان التمثال مش حاجه صعبه للدرجه، لانه انا متعود على شغل النحت يعني. طبعا كان شيء مهم العمل، يعني كنت حاجه حابب اعملها من زمان يعني، زائد شخصيات كتيره يعني مهم عملها يعني في هذا الوطن يعني. يعني طبعا يعني اعتقد ان انت شفت ردود الافعال على مواقع التواصل عامله ازاي، الناس بتتبسط لما بتشوف موهبه حقيقيه، وبنتبسط لما بنشوف فن حقيقي بيطلع من شباب مصريين. انا بشكرك جزيل الشكر نحات ميشيل حنا صاحب تمثال بابا شنوده الثالث. مشاهدينا الثامنة صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف. اتفضلي يا دينا. شكرا لك جمانة. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تستأنف اليوم الجلسات النقاشية للحوار الوطني، وذلك في الأسبوع الخامس من الجلسات، حيث تبحث لجان المحور السياسي قضايا مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والمحليات والنقابات والعمل الأهلي، بينما تبحث جلسات الثلاثاء المقبل في المحور الاقتصادي قضايا العدالة الاجتماعية والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي. وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي يوم الخميس المقبل لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، والمحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناء على توجيهات رئيس الجمهورية. وأكد مجلس الأمناء إرجاء جلسة الصناعات الثقافية التي كان من المقرر لها الخميس المقبل واستبدالها بجلسة خاصة للجنة التعليم لسرعة إنهاء المناقشات حول مشروع القانون. أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس عن أمل بلاده في عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الجزائر، وأن يتم فتح الحدود بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي كلمته بمناسبة الذكرى ال24 لجلوسه على العرش، أكد العاهل المغربي أن المغرب لن يكون مصدر أي شر أو سوء للجزائر، مشددا على الأهمية الكبيرة التي توليها بلاده لروابط المحبة والصداقة بين شعبي البلدين. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لا ترفض إجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا. وأضاف الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي بعد يوم من اجتماع بوتين مع زعماء أفارقة في سان بطرسبرغ أن مبادرة السلام الإفريقية وكذلك المبادرة الصينية يمكنهما أن تكون أساسا للسلام، مشددا على صعوبة وقف إطلاق النار بينما يشن الجيش الأوكراني هجوما. قال أمين مجلس مدينة زابورجيا بجنوب أوكرانيا أناتولي كورتيف إن صاروخا روسيا أسفر عن مقتل شخصين وتهشم نوافذ شقق سكنية في المدينة. وأضاف أيضا عبر تطبيق تيليجرام أن صاروخ أصاب منطقة مفتوحة، مشيرا إلى أن موجة الانفجار حطمت نوافذ 13 مبنى شاهقا وألحقت أضرارا بمبنى مؤسسة تعليمية ومتجر كبير. أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما صاروخيا على مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا، مما أدى إلى مقتل أحد المدنيين وإصابة 5 آخرين. وأضافت الوزارة على تطبيق تيليجرام أن صاروخا أصاب مؤسسة تعليمية، وكانت القوات الروسية قد دخلت منطقة سومي بعد وقت قصير من بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، لكن القوات الأوكرانية تمكنت بعد ذلك ببضعة أسابيع فقط من استعادة السيطرة على المنطقة. لقي ما لا يقل عن 9 أشخاص مزرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين في انفجار مفرقعات مخزنة في مستودع بجنوب تايلاند. وأعلنت تايلاند أن المفرقعات انفجرت واشتعلت حريقا في مستودع غير مرخص في سوق بالإقليم الجنوبي. أعلن البنك المركزي المغربي أن اقتصاد البلاد سجل نمواً قدره 1.3% في عام 2022 مقابل 8% في 2021. وأشار المركزي إلى استمرار تحسن المالية العامة للبلاد في ظل الظروف غير المواتية والمجهود الذي بذلته الدولة لتخفيف وقع ارتفاع الأسعار على الأسر والشركات. وأوضح البنك المركزي المغربي أن عجز الميزانية تراجع إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بنرحب بحضراتكم مرة تانية. زي ما كنا بنتكلم معاكم في بداية الحلقة، وبما ان النهاردة هو اليوم العالمي للصداقة، قررنا ان احنا نحتفل النهاردة باليوم ده على طريقتنا الخاصة، عشان نسأل ونستفسر عن انواع الأصدقاء اللي في حياتنا. هل دايرة أصدقائك من خلالها قادر تعرف مين الصديق المخلص، مين الصديق الوفي، مين الصديق اللي بتاع مصلحته زي ما بيطلق عليه؟ هل في نوع من الأصدقاء بيحبك في وشك وفي ظهرك؟ ممكن يبقى حاجة تانية. بما ان كمان في كده تيمة احنا بنسمعها مؤخرا، انه انا اصحابي مفيش صحاب، خلاص مفيش صحاب جدعان، مفيش صديق حقيقي، مفيش صديق وفي. هل المشكلة فيك ولا المشكلة في الشخص اللي قدامك؟ اسئلة كتير جدا خلينا نطرحها المناقشة النهارده مع ضيفنا في الاستوديو دكتور رأفت يوسف، استاذ الإدارة وخبير التنمية البشرية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، منورنا في صباح الخير يا مصر. ربنا يخليك، شكرك. طيب مبدئيا، هل أسطورة الصديق الوفي موجودة ولا لا؟ في ناس بتقول انه من المستحيلات، معروفة حتى في الأساطير الصديق الوفي، الخل الوفي. مفيش خل وفي، مفيش حاجة اسمها صديق وفي في المطلق. هو يعني للأسف الجمل اللي هي عنيفة جدا دي بتبقى غير مقبولة، لأنه لا، في كل حاجة موجودة في الدنيا، لكن الفكر الاختياري. حضرتك قلت يبقى أنا بشتغل أستاذ إدارة العلاقات، ده علم من ضمن علوم الإدارة، إدارة العلاقات، الاختيار. يعني حضرتك لما نشوف الأصدقاء، إيه الحاجة اللي تنجح الصداقة؟ صفات مشتركة ومهارات مختلفة. يعني دي قاعدة مهمة جدا في الصداقة. يعني إيه؟ يعني أنا وحضرتك عندنا صفات مختلفة، أنا كريم أو حضرتك بخيل، أو حضرتك كريمة وأنا بخيل، العلاقة مش هتنجح. صح. فهو لازم الصفات تبقى متشابهة، والصفات ممكن نقول عليها بالبلدي كده اللي هي الطباع. لكن المهارات مختلفة، أنت بتفهمي تكنولوجي وأنا بفهم مثلا بزنس، فإحنا لما نقعد أو نبقى أصدقاء مع بعض نكمل بعض. الفكرة بس يا جماعة ان احنا احيانا اختيارنا بيعتمد على الفيرست امبريشن. انا شفتك فقلت شكلك طيبة جدا فارتحت لك، حلو جدا، انا ما عنديش مشكلة، لكن ده مش معناه انه حضرتك وذين يوم ولا اتنين او تلاتة تبقي صديقة بالنسبة لي. الصداقة عشان تتبني لازم تتبني على علاقة فيها انا بجربك مرة واتنين وتلاتة عشان اعرف انت فعلا انسانه جدعه ولا لا. ودايما الجدعنه في الصداقه بتعتمد على ايه؟ لما اتزنق في موقف واشوف انت بتعملي ايه. لكن احنا اتعرفنا على بعض، فانت قلتي لي اللي انت عايزه وانا هعمله لك، انا اضمن منين الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده صح؟ فهي دي الفكره، حسن الاختيار. يعني دايما الشباب لازم، خصوصا احنا بنتكلم على الشباب اكتر، الحكمه، لانه صديقك ده او صديقي ده ممكن يدمر حياتي. ليه؟ طبعا. لان انا وانس ان انا وثقت فيه ممكن بيعرف معلومات كتيره جدا عني وانا مش متاكد هو فعلا هذا الشخص. بلاش فكره انه شكله كويس، اصل انا ارتحت له. الحرامي دلوقتي اكتر واحد عمرك ما تشك فيه هو الحرامي، عكس زمان. الحرامي لا، شكله من بعيد كده تقولي لا مش مريح. الحرامي دلوقتي لازم، على فكره الحرامي ده مش معناه انه بيسرقك ماديا، طبعا طبعا، لكن بيسرق مشاعرك، بيسرق حاجات كتير. فلازم الحرص، لازم الحرص. طيب يعني مبدئيا حضرتك بتقول لا، انه في اصدقاء اوفياء وانها مش اسطوره، ده حقيقي. طيب الحاجه الثانيه حضرتك بتقول احنا المفروض مش من اول ما اشوف الشخص اعتبره صديق، وانه حسب المواقف. خليني اشارك مع حضرتك وجهه نظري. يعني انا وجهه نظري انه مش بس المواقف ومش بس العشره، انه في سمات شخصيه. في شخص جدع، يعني في شخص لو حد وقع في مشكله هيساعده، سواء صحاب او مش صحاب. وفي شخص مش جدع، بالمناسبه في عشره او ما فيش عشره. فاعتقد انا وجهه نظري انه بجانب العشره وبجانب المواقف، اعتقد فكره تعارض المصالح وتضارب المصالح اكتر من المواقف الجدعانه. لان مواقف جدعانه انا ممكن تكون صديقه ليا واقعه في مأزق ومش هيضرني ان انا اساعدها، فهساعدها. حلو السؤال ده، فكره تضارب المصالح. وعندنا مثال شهير جدا، يا ريت حتى المشاهدين يدخلوا ويقروا شويه عن القصه دي. احنا بنقسم البني ادمين لثلاث انواع. في ناس عندهم مبادئ لا يمكن يتخلوا عنها مهما حدث، ودي نسبه قليله للاسف. في نسبه في النص عندهم مبادئ، لكن لو اتحطوا تحت ضغوط هيتخلوا عن المبادئ. صحيح. ودي للاسف برضه نسبه كبيره شويه. النسبه الثالثه ما عندهمش مبادئ اساسا، فهو الشخصيه الميكافيليه، الغايه تبرر الوسيله. احيانا ممكن حضرتك يعني تتعاملي مع صديق من المجموعه اللي في النص، هو عنده مبادئ بس مع تضارب المصالح بيتخلى عن المبادئ. فانا بعزك جدا، او بيبرر وات ايفر. عندنا قصة شهيرة، الرئيس الثاني والثالث لأمريكا. الرئيس الثاني اسمه جون آدمز، والرئيس الثالث اسمه توماس جيفرسون. وفي الصداقة يا جماعة لازم الناس تراعي حاجة صغيرة، فكرة النفسنة. فأنت ممكن مثلا تلاقي عندك بنتين في فرق جدا في مستوى الجمال، في مستوى الاجتماعي، في المستوى المادي، فهنا في عناصر للنفسنة. فممكن واحدة منهم بتبين للتانية ان انا بحبك جدا، لكن هي بتكرهها لا شعوريا، لإحساسها ان اللي عندك مش موجود عندي. ده بالظبط اللي كان موجود في المثال ده. توماس جيفرسون اللي هو الرئيس الثالث، طول بعرض، شعره ناعم جدا، ابن ناس قوي. جون آدمز اللي هو الرئيس الثاني، قصير وتخين وأصلع ومستوى اجتماعي قليل. فاحنا هنا عندنا عناصر النفسنة. وللأمانة أول ما اتعرفوا على بعض، رغم أن كل واحد منهم كان بينتمي لحزب ضد الحزب الثاني، كانوا أصحاب جدا جدا جدا. دي حقيقة، لدرجة أن مرات الرئيس الثالث اللي هو توماس جيفرسون ماتت وهي صغيرة، فجون آدمز ومراته قالوا له تعالى عيش معانا كأنك واحد مننا. أول بقى ما ابتدت تتعارض المصالح، الاثنين اترشحوا لرئاسة أمريكا. إيه اللي حصل؟ هؤلاء الأصدقاء اتحولوا إلى أعداء أنت مش متخيلة درجة العداوة، لدرجة أن ممكن الناس تدخل تتفرج على مشهد، هو مشهد تمثيلي، مشهد موت توماس جيفرسون سوري جون ادمز اللي هو الرئيس الثاني، بالمناسبه هم ماتوا في نفس اليوم، بينهم 5 ساعات. مين اللي مات في الاول؟ الثالث اللي هو توماس جيفرسون اللي هو الولد ابن ناس الامور ده، اللي بعده اللي مات جون ادمز. مشهد موت جون ادمز، هو بيموت وجنبه ولاده واحفاده والخادم بتاعه بيهويله بالمروحه، هو كان فاكر ان هو اللي هيموت في الاول، فبيقول لابنه توماس جيفرسون سيرفايفز، يعني بيقول له ابن المحظوظه توماس جيفرسون عايش وانا هموت. شوفي تخيلي واحد بيموت وكل بالغيره لدرجه ايه ان عدوي مازال عايش. شايفه حاجه؟ فهنا كانوا اصدقاء جدا، بس تعارض المصالح ادى الى في الاخر الى ان احنا نكره بعض. طيب بس ممكن حد برضه يجي يقول احنا مش عايشين في اليوتوبيا، مش عايشين في المدينه الفاضله، يعني مفيش حد هيفضل مصلحه ده، الاخوات ما بيفضلوش مصلحه اخواتهم على نفسهم. فايه الوضع هنا بقى؟ يعني هنا المفروض مثلا حد يجي يقول يعني انت بتتكلمي في انه المفروض الصديق يفضل مصلحه صديقه على نفسه؟ هو اصل هي درجات يا جمانه، وطبعا هو مش كتير لما تلاقي حد يوصل لهذه الدرجه انه بيفضلك عن نفسه، فهي درجات. بس هي الشطاره ان حضرتك تبقي فاهمه اللي قدامك ده الى اي درجه هو مخلص ليكي، لان درجات الاخلاص درجه. في واحد مثلا ممكن صديق ليكي يبقى مخلص ليكي لدرجه انه يضحي بحياته عشانك، بس ده مش كتير لما نلاقي القصه دي. في صديق لا هو انا معاكي وانا درجه من الاخلاص، في صديق لا لو احنا بشكل او باخر في مصلحه انا طبعا يهمني مصلحتي، فانت لازم تبقي عارفه اللي قدامك ده وبعدين تفلتري. ممكن تلاقي من صح ازاي بقى؟ طب دي نقطه مهمه، انا او الشخص يعرف ازاي؟ احنا عندنا طبعا مبدا كده شهير جدا في الاداره اسمه الترايل اند ايرور. وبعدين خلي بالك من حاجه صغيره يا جمانه، انت عينيكي المفروض تحلل. لما حد واحده صاحبتك تقول لك انت عينيا واللي انت عايزاه انا هعمله، المبالغه نفسها في حد ذاتها دي بتبقى يعني علامه كده ان اللي قدامك ده فيك وان هو مش حقيقي. الحاجه الثانيه الصدق في العلاقه بيبان من حاجات كتيره جدا في التعاملات الصغيره، فعشان كده هي محتاجه ايه؟ محتاجه عين ثاقبه تحلل. طب هي عملت كده، احنا ما بنعملش كده للاسف، احنا بننخدع بالمظاهر. يعني دايما لما حد يقول لك ايه مثلا عازمك على الغداء، لا لازم تاكلي طب لا خساره ومش ما ينفعش ما تاكليش وانا هزعل. المبالغه دايما في اي حاجه دي ات مينز الى حد ما انه انا المشاعر اللي جوايا تجاهك دي مشاعر. وبعدين خليكي ذكيه برضو، حاولي تقدري تعرفي اللي قدامك دي بتكلم عليكي من وراك ازاي. يعني برضو دي في حد ذاتها بتديني انطباع، لانه هي قدامك هتقول لك حاجات كتيره كويسه جدا بس صعبه تتعرف. يعني انا هقول لحضرتك برضو وجهه نظري في الموضوع ده، انا دايما بشوف الشخص اللي قدامي بيتكلم على الناس ازاي، او بيتعامل اصلا في غياب الناس ازاي. يعني انا في شخص دلوقتي صديقه ليا، انا بشوف مثلا لو هي بتتكلم عن شخص تاني او واحد شخصيه تانيه خالص، بشوفها بتتكلم عليها ازاي وبتتعامل ازاي في وشها. لو حسيت ان الشخص ده منافق، انا عمري ما هقدر اثق فيه حتى لو هي قعدت تشكر فيا ل60 سنه قدام، لانه النفاق موجود. مش عارفه ده صح ولا غلط. ده صح، يس. وعشان كده انا بقول لك هي الفكره احنا مش بنحكم من موقف واحد، بنحكم من مواقف كتيره جدا، والمواقف دي فيها تجارب، والتجارب كلها بتثبت. لانه خلي بالك من حاجه صغيره، لو موقف فيه تعارض مصلحه بيني وبينك وانا اخترت مصلحتي خلاص، فانت وكان ممكن اختار مصلحتنا احنا الاثنين، بس انا لا اخترت مصلحتي، يبقى ده مش عمره ما هيبقى صديق وفي. وبعدين خلي بالك من حاجه صغيره، لو عناصر النفسانه موجوده لازم تاخدي بالك من القصه دي. يعني لما بيكون في اختلاف جامد في المستوى الاجتماعي، خد بالك احنا في احيانا ما بتاخدش بالك، يعني في احيانا انت الحكمة بقى ما بتبقى لا. يعني في انا ممكن اشوف مثلا لو صديقتين، لو بما ان احنا بنتكلم على صداقه الستات او البنات اكتر، أنا ممكن أكون شايفة صديقتي حلوة جدا، شكلها حلو جدا، هي ممكن تكون شايفة نفسها أقل في مستوى الجمال، أنا مش شايفة ده. فاهم قصدي؟ يعني ممكن حد يكون شايف حاجة أنا مش شايفها. كنا بنتكلم على حاجة قبل ما نبتدي اسمها الماتيوريتي أو النضج أو الشخص سوي نفسيا. هي على فكرة ممكن تبقى أقل منك في الجمال بكتير، بس هي سوية نفسيا، صحيح. ما عندهاش مشكلة إن أنت تبقى أحلى منها، لكن لو هي مش سوية نفسيا هتبقى نفسيا هتبقى مشكلة فرق الجمال أو المستوى الاجتماعي أو المستوى المادي عامل لها عقدة. طب تيجي تقولي لي طب هي هتصاحبك ليه؟ يعني نفترض انت غنيه جدا وهي فقيره، هتيجي تصاحبك ليه؟ عشان هي عايزه تنتمي للمجموعه بتاعتك. فلما ابقى ماشيه مع جمانه وهي معروف ان جمانه غنيه جدا، فانا كده زميلتها، رغم ان هي بتحقد جدا عليكي، لكن هي عايزه تمشي في الركاب بتاعك. فدي عشان كده الذكاء لازم انك تبقي فاهمه هي بتعمل كده ليه. احنا مشكلتنا يا جمانه ان احنا بنشوف الظاهره ما بنفسرهاش، احنا محتاجين نعلم الشباب يفسر كل حاجه، لانه لازم لازم يبقى فاهم هو الموقف ده اتعمل ليه. مره في اتنين في تلاته هتلاقي مع الوقت ابتدى يفصل، لا ده الموقف ده معناه كده. وبعدين خلي بالك من حاجه صغيره، السذاجه في الصداقه بتؤدي الى كارثه طبعا. يعني فكره التتر الشهير بتاع المال والبنون على ما اعتقد، ليه يا زمان ما سبتناش ابريه؟ لا انا مش عايزك تبقي بريئه، انت لازم تبقى حكيمه، لان البراءه مش معناها انه انا ابقى ساذج. كمان اعتقد سوري ليالي الحلميه سوري مش معناها ان انت تبقي ساذجه، لا الحكمه مطلوبه يعني. وحتى عايز اقول لك كمان حاجه صغيره، دور الاب والام يا جمانه في القصه دي انه يبقى قريب من ابنه او بنته عشان يبقى عارف مين هم اصدقائه ويحللهم. ده انا بيعجبني جدا ستات بتبقى خايفه جدا على بنتها، بتحاول بقدر الامكان ان هي تصاحب صحبات بنتها عشان تقدر تفهم، او اسرهم او عائلتهم عشان تبقى فاهمه البيت، عشان تبقى فاهمه هم بيفكروا ازاي. صحيح. طيب امتى اعاتب الصديق واكمل العلاقه لو حصل مشكله، وامتى ما عاتبش، وامتى ابعد وعاتب؟ يعني في احنا عندنا دلوقتي ثلاث حالات. اوكي. ما عاتبش خالص وابعد، او اعاتب واكمل في العلاقه، او اعاتب وابعد. هو ما تعاتبيش وتبعدي، بس ما تبعديش بعنف قوي، عشان ده احيانا بيبقى رد الفعل عنيف عند الطرف الاخر لما تكتشفي ان الشخص ده مش صديق او الانسانه دي مش صديقه خالص، هي عدوه ليكي. وبعدين عايز اقول لك من حاجه صغيره، في كده مصطلح مشهور في الاداره اسمه فرينيمي. فرينيمي يعني فريند وانيمي، فهو اللي هو العدو الصديق، هو بيبان في شكل صديق وهو عدو. وعشان خاطري احنا عايزين يعني نوعي المشاهدين، يا جماعه اقروا في الادب شويه، لان الادب الى حد كبير بيدي لك خبره بتاعت سنين. المسرحيه الشهيره بتاعت شكسبير اللي هي بتاعت عطيل، هي ايه؟ انا عندي عطيل ده شخص كويس جدا، معاه اتنين من المساعدين بتوع اصدقائه اللي هو ياجو وكاسيو. كاسيو صديق حقيقي ليه، ياجو شخص بيبين ان انا بحبه بس انا بكرهه. خطأ عطيل في انه هو اكتشف الصديق الحقيقي اللي هو كاسيو، ابتدى يقرب منه، واكتشف ان التاني بيقول كلام بس من غير ما يبقى فيه مشاعر حقيقيه، فجنبه. تخيلي جنبه ده معنى ايه؟ كارثه بكل المقاييس. ياجو عمل ايه؟ كان شيطان. صحيح. خلى مراته اسمها ايميليا تسرق المنديل بتاع دايدامونا اللي هي حب عمر عطيل، وحطه في اوضه كاسيو، واوعز لعطيل ان في علاقه بين كاسيو وبين دايدامونا. عطيل عمل ايه؟ هذا الراجل اللي المفروض يبقى حكيم كان مجنون، قتل دايدامونا وقتل نفسه وساب العدو اللي هو اساسا كان سبب المشكله دي. فلما يكون عندك اصدقاء وتيجي تكتشف ان واحد منهم هو شخص، لا ده هو مش صديق، ده هو عدو، اوعي تبعدي بشكل مفاجئ، لانه ده ممكن بشكل او باخر يخليه يبتدي بقى يدور ازاي يدمرك نفسيا او ازاي ينتقم منك. برضه هنا محتاجين ايه؟ محتاجين ما يسمى الحكمه. الحياه محتاجه حكمه، محتاجه تخطيط، محتاجه اداره. العلاقات نفسها لو لم تدار بشكل جاي، ما قربش منك جدا وبعدين اكتشف ان انت انسانه مش كويسه فابعد عنك. ابعد عنك دي ممكن تضايقك، تخليكي تدوري بقى ايه الخطه اللي تخليكي تنتقمي منه. فلازم تتعمل بالتدريج، وما تبينش انه انا بعمل كده عشان اكتشفت حقيقتك، لكن ابتديت انشغل، ابتدى يظهر عندي حاجات معينه. فعشان كده التدرج في الانسحاب من العلاقه ده نوع من الحكمه يعني. اخيرا امتى يعني ازاي اعرف اقيم اذا كنت انا الشخص زي ما بيطلق عليه مصطلح اللي بنسمعه دلوقتي توكسيك، او مشكله انا عندي، انا مش بالشرط كل مره تكون مشكله عند اللي قدامي، يعني مش معقول احنا ملايكه، ما اعتقدش ان في شر مطلق او خير مطلق. فازاي او امتى اعرف احدد الخطأ فين؟ هو دي عشان تقدري تحدديها هي محتاجه نوع من النضج النفسي عندك، انه الناس للاسف الغير ناضجه نفسيا اي مشكله في العلاقه بتفترض ان المشكله جايه من الطرف الاخر. الحاجه الثانيه، عندنا حاجه حلوه جدا في الاداره اسمها الفيدباك او التغذيه العكسيه. فانت مثلا حصلت مشكله بينك وبين مثلا فلانه، فانت بتيجي تقعدي معايا وانا حد انت بتثقي فيه، تقولي لي رأفت معلش هو الموضوع ده حصل، الموضوع القصه كالاتي، ايه رايك؟ مين اللي شايف ان هو ده؟ بيساعدك انك تشوفي نفسك من عيون ناس تانية. لكن احنا مشكلتنا حتى في الطب النفسي حاجه بنسميها الراشوناليزيشن او التبرير الذاتي، اللي احنا بنقول عليها بالبلدي الشماعه. كل حاجه غلط بتحصل او مشكله بتحصل انا بقول لا مش انا. وعشان كده حتى الشخص الذكي حضرتك تدخلي علاقه مع صديقه وتحصل مشكله، مع واحده ثانيه وتحصل، مع واحد ثالث وتحصل مشكله، لازم تفكري انا الوحيده المشتركه صحيح. في الحاجات دي. لا الناس بتشوف حظي قليل. ما هو ده بقى للاسف الناس الغير ناضجه يعني. انا عارفه ان السؤال اللي فات كان المفروض اخر سؤال، بس ده الاخير بجد. يا فندم ده انا متشرف بوجودي معاك. شكرا لحضرتك. ايه الاخطاء اللي لو حصلت من صديق ليا او صديقه ليا ما ينفعش اسامح فيها؟ خيانه. بمعنى الخيانه يعني انا دلوقتي مثلا بدردش معاكي وبقول لك اخبار كتير عن نفسي، اكتشفت انك اخذتي هذه الاخبار عشان تاذيني بيها، خيانه. ما هو الخيانه هي عكس الجدعنه تماما. الشخص الخاين ده ما هو ده اللي عمله ياجو في المسرحيه بتاعت شكسبير. هو كان بيكره عطيل، ليه انت تبقى امير وملك عظيم وانا لا؟ فابتدى يدور على ازاي اخد كل حاجه اعرف عنه معلومات. ما هو عرف معلومه انه المنديل بتاع امه ده اللي مديه لديدمونه هو ده اغلى حاجه عنده، فابتدى يلعب بالنقطه دي. عشان كده حتى في الصداقه يا شمانه الحرص مطلوب. ليه اقول معلومه ممكن تبقى يعني اداء انه حد يأذيني بيها حتى لو انت صديقتي العزيزه؟ لما اطمن 10000%، ولو ما فيش داعي ان انا اقول المعلومه دي ما اقولهاش. اقولها ليه؟ ليه ادي لك اداه ممكن في يوم من الايام لما نختلف تستخدميها كسكينه تذبحيني بيها؟ ليه؟ صحيح. يعني وكان احيانا للاسف يا دكتور الشخص ده بيبقى موجود في حياتك حتى لو ما قلتش سر او معلومه، هو بيبقى موجود طول الوقت، فشايف في حاجات هو بيبقى شايفها. بس في حاجات ممكن ما يشوفهاش، وانا مش لازم يعني صحيح. حياتي كلها تبقى شريط كده مكشوف للناس صحيح. كلها. الحكمه مطلوبه جدا يعني. طبعا انا بشكر حضرتك جزيل الشكر يا دكتور، واتمنى ان احنا نكون قدرنا نوصل لحضراتكم كده سريعا يعني في ايجاز المفروض شكل العلاقه او الصداقه دي تبقى عامله ازاي، على اي اساس، ازاي نقرب من الناس ولاي حد. اتمنى ان احنا نكون قدرنا نفيد حضراتكم في النقطه دي تحديدا. نشكر طبعا دكتور رأفت يوسف استاذ الاداره وخبير التنميه البشريه. بنشكرك يا دكتور طبعا. يعني اتمنى ان نكون اصدقائي اللي حواليكي كويسين بقى عشان والله لا بجد حظي حلو في الموضوع ده. يعني عندي اصدقاء فعلا سنين عشره طويله، واكيد مريت بتجارب مش لطيفه. بالعكس التجارب اللي مش لطيفة دي خلتني أعرف قيمة أصدقائي اللي موجودين فعلا معايا من زمان بالمناسبة. فالحمد لله دايما تبص للجانب المشرق يا دكتور. ربنا يخليك. بشكرك طبعا جزيلا. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. أهلا بحضراتكم مرة تانية. مما لا يخفى على الجميع درجات الحرارة في العالم كله. الأيام اللي فاتت شهدت دول كتير جدا منها مصر ارتفاع كبير جدا في درجات الحرارة، ده طبعا بسبب التغيرات المناخية والاحتباس الحراري اللي بيعاني منه الكوكب كله، واللي في فترة من الفترات كنا بنعتبر ان المصطلح ده يعني مصطلح مش هنختبره ومش هنعرفه، موجود على الهامش كده في الأجندات الدولية وفي المحافل الدولية، ما كانش أصلا بيتم مناقشته وما كانش موجود، ما كناش عارفين امتى هنختبر أو هنتعامل مع هذا المصطلح، مع هذه الظاهرة أصلا، لغاية ما فجأة الكرة الأرضية قررت إنها تورينا حاجات بسيطة كده من اللي ممكن يحصل بسبب الجلوبال وارمينج اللي احنا بنسمع عنه، أو الاحتباس الحراري، أو بقى كل المصطلحات دي. احنا النهاردة معنا دكتور هشام العسكري نائب المدير التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية وأستاذ الاستشعار عن بعد، عشان نعرف منه أسباب الارتفاع في درجات الحرارة، إمتى هتنتهي وإمتى هينتهي تأثيرها، تأثيرها إيه على الكرة الأرضية، وكل الأسئلة اللي ممكن تدور في أذهاننا جميعا. دكتور صباح الخير عليك. صباح الخير يا جماعة، سعيدنا موجود معاك. أنا أسعد طبعا. إيه اللي بيحصل؟ درجات حرارة غير مسبوقة، مش هنتكلم في مصر بس، احنا بنتكلم في العالم كله، أوروبا جفاف ودرجات حرارة غير مسبوقة. فيديوهات موجودة كتير جدا، الناس بتحط البان أو الطاسة على الأرض، نلاقي بتستوي البيضة وعربيات بتسيح. إيه اللي بيحصل؟ خليني اخد من كلامك، انت قلتي احنا ابتدينا نشوف رد فعل كوكب الارض او الكره الارضيه على بعض الموضوعات اللي احنا كنا حاطينها على الهامش. احنا ما كناش بنبص على المواضيع ديت بالاهميه اللي هي تستحقها، لان ما كانش حد متوقع او ما كانش حد متخيل ما هي حدود او ما هي ابعاد موضوع التغيرات المناخيه. مش هنخوض في اسباب التغيرات المناخيه لانها قتلت بحثا واتكلمنا فيها كتير على موضوع الوقود الاحفوري والانبعاثات والغازات الدفيئه وما شابه، وقتل الاشجار والغابات وكل الحاجات ديت اتكلمنا فيها قبل كده، وهي ديت اللي ادت الى الخلل الايكولوجي اللي هو موجود على كوكب الارض. دلوقتي احنا دخلنا في مرحله الريسبونس. حتى جوتيرش كان بيتكلم من كام يوم صحيح. اللي هو في الامم المتحده كان بيتكلم ان احنا عدينا مرحله ذا ايرا اوف جلوبال وورمنج، عدينا مرحله الاحترار العالمي وداخلين في ذا ايرا اوف جلوبال بويلنج، الغليان العالمي. فاحنا ما تشهده الكره الارضيه الان هو احد او هو بدايه فصول درجات الحرارة اللي هي خارجة عن نطاق احتمال البشر أو اللي هي محدش كان متوقعها. التغيرات المناخية برضو البعض قد يظن ان لما بتكلم على احترار عالمي ان درجة الحرارة هتكون على طول دائمة الازدياد في جميع الاماكن على الكرة الارضية، وده مش حقيقي. زي ما انت قلتي دلوقتي ان احنا بنشهد في اوروبا حرائق غابات، ممكن في طبعا قطع اشجار ده بيهيفير، ولكن ممكن الحرائق اللي تؤدي الى اختفاء الغابات، بنشهد ذوبان جليد في اماكن، بنشهد بعض المواسم الشتاء القارصة على الكرة الارضية في اماكن مختلفة، بنشهد مواسم صيف حارة جدا، بنشهد حركات مختلفة في مواسم الخريف والربيع. يعني ممكن مثلا فصل الربيع يبقى أقصر من المتوقع، صحيح. فصل الخريف يمتد فترة أطول. ممكن كانوا متعرف عليه كل فصل 3 شهور تقريبا، ده بقى مش هيبقى موجود بعد كده، ده مش موجود اهو، ده مش موجود حاليا، بس هتبان اثاره بشكل اكبر، وهيكون تاثيره على سلسله الغذاء، على المحاصيل، على الزراعات، كل ده هيختلف. علشان كده العالم كله بيتجه دلوقتي ناحيه موضوع الادابتيشن، ازاي ان انا اكوب، هاو ان انا ازاي نتعايش مع الوضع الحالي او الوضع القادم على الكره الارضيه. طبعا الزياده اللي حصلت في الشهرين اللي هو شهر 6 وشهر 7 كانت زياده كبيره جدا، وبرده للمعلومه ان شهر 7 يعتبر هو اعلى شهر في الكلايمت ريكورد في اخر 120,000 سنه. آخر 120,000 سنة شهر جولاي 2023 الأشد حرارة، الأكثر أشد حرارة على كوكب الأرض. وشهر 7 2023 عمل خرق في بعض البيانات اللي هي زي يعني على جينيز ريكورد، يعني هو كسر بعض المقاييس. كانت ايه اعلى درجه حراره كانت فين يا دكتور؟ كانت اعلى درجه اللي كانت موجوده كانت اقل من الوضع اللي احنا فيه ده ب 0.2 ب 2 من 10 درجه مئويه. وكان في احد الايام في شهر جولاي، اعتقد كان جولاي 16 او يعني في الفتره ديت، كان سجل اعلى يوم حراره على برضو على يعني مر العصور. فشهر جولاي اللي هو 2023 احنا شهدنا في قياسين تم اختراقهم، يعني اوريدي احنا عديناهم، اصبح هذا الشهر هو اعلى شهر على كوكب الارض. وبرضه في احد الايام خلال شهر جولاي كانت ذا هوتس داي، كان اعلى يوم في درجه الحراره، اعتقد في درجه حراره سجلت 65 في بعض الاماكن على الكره الارضيه، ده بتعدي 70 احيانا في بعض الاماكن في الصحراء. درجة الحرارة في ازدياد مضطرد، والمشكلة ان احنا يعني كوكب الارض بيتعامل في حاجة اسمها intrinsic malfunctions، او في بعض الخصائص او بعض العلاقات الفيزيائية اللي تحدث في الكوكب بيحصل فيها فيدباك. يعني ممكن انا ابدأ شيء ويبتدي يمشي بمراحل محددة، بعد كده هذا الشيء يبتدي يمشي بمراحل مختلفة، يحدث تسارع الاكسلريشن. كنت لسه هسأل حضرتك على السؤال ده. اتفضل. يعني فضلنا سنين كتير قوي نسمع عن مصطلح الجلوبال وارمنج او الاحتباس الحراري، سنين كتير جدا، ويمكن كانت ال الحاجات الملموسة او محسوسة بالنسبة لنا كانت ضئيلة جدا وبسيطة جدا. بالزبط. فجأة بقى في تسارع في الظواهر، بقينا طول الوقت في حاجات غريبه بتحصل، من اعاصير لحرايق لدرجات حراره عاليه جدا. بالزبط. ظاهره النين، وبما ان حضرتك ذكرت حديث أنطونيو جوتيريش، ف ايه اللي بيحصل؟ ليه التسارع ده فجأة؟ هو دي من ضمن خصائص او من ضمن صفات الجلوبال وورمنج، ان احنا مش بنمشي في العلاقات الفيزيائيه دي بشكل لينير او بشكل خطي، مش بشكل خطي، العلاقات بتبقى بينيه. ولكن حضرتك زي فاكره مثلا تتذكري فتره الكورونا، كان ممكن مثلا يكون عندي 10 اصابات النهارده، ثاني يوم تلاقيهم 500، صحيح، ثالث يوم تلاقيهم مثلا 10,000، فاهماني، على مستوى العالم. فمعنى القفزات ديت ما هياش قفزات لينير، يعني العلاقات اللي هي العلاقات الفيزيائيه اللي بتجمع جميع الاغلفه المكونه للكره الارضيه هي علاقات ليست علاقات خطيه، يعني مش واحد قدام واحد، مش بزيد النهارده 1 من 10 بكره هزيد 1 من 10 بعده هزيد 1 من 10، لا، انا ممكن ازيد النهارده 1 من 10 بعديها ازيد درجه بعد وهكذا. فالعلاقات بيبقى فيها نوع من انواع الاكسلريشن، حتى المنحنى بتاعها لما بنيجي نرسمه مش بيبقى منحنى خطي، ولكن بيبقى منحنى حاجه بنسميها اكسبوننشال او يعني تصاعدي بشكل معين، في ليه علاقات معينه. المشكله اللي احنا بنشهدها الان ان هو موضوع الاكسلريشن ده، التسارع ده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي الى ان الفترات الزمنيه بتكون متقاربه للاحداث العالميه، بيبقى على فترات زمنيه متقاربه، مش كده وبس، ولكن الماجنتيود، القسوه او الشده للظواهر الطبيعيه اللي احنا بنشوفها هتكون اعلى بشكل مضطرد. الفيضانات عندما يحدث موسم الشتاء في امطار، هتزيد كميات الأمطار تؤدي إلى فيضانات. عندما يحدث فصل الصيف يكون درجات الحرارة عالية، هتزيد ارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى موجات حارة أو هيت ويفز وما شابه. المشكلة إن هذا الإطار بيبقى له تأثير على حياة البشر في مناحي مختلفة. أنا بتكلم على سلسلة غذاء، أنا بتكلم على مواصلات، بتكلم طبعا على أنظمة كهربائية، بتكلم على درجات الحرارة اللي بتؤدي إلى موضوع انقطاع الكهرباء اللي هو خارج عن نطاق أو خارج عن إطار تحكم أي حد، لأن أنت بتتعاملي مع سيستم هو اللي بيعمل لك عملية فورسنج، هو اللي بيفرض عليكي اتخاذ القرارات. أنا كل اللي أنا بعمله دلوقتي مجرد عمليات رد فعل ريسبونس عشان أدابت أو أكوب. النظم علوم الأرض أو الاستشعار عن بعد أو الأقمار الصناعية بالإضافة إلى علوم البيانات اللي أنا بقدر أحصل على بيانات من النماذج الرياضية بتساعدني أنا كإنسان أو بتساعدني كمتخذ قرار إن أنا أبقى على دراية بما يمكن أن يحدث في المستقبل القريب والمتوسط والبعيد، علشان يكون عندي نوع من أنواع الافورتس أو الجهود اللي أنا ببذلها علشان جهود الوقاية بقى مش التعايش يعني. بالظبط كده، إن أنا يعني إن أنا أقي نفسي شر هذه الأمور وفي نفس الوقت أكون عارف كيفية التصرف أو كيفية التعامل معها، وده شيء مهم جدا في الفترة القادمة، وهو ده اللي احنا بنتكلم على الجيو سبيشال انتليجنس أو الذكاء الجيو مكاني. أنا بستخدم نظم معلومات جغرافية، بستخدم صور من الأقمار الصناعية، بستخدم بيانات، بعمل عمليات ميرجنج إن أنا يعني بدخل كل المعلومات دي مع بعضها البعض، دمج يعني دمج ليها بتديني خريطة مستقبلية لكيفية التعامل. دكتور، بما إن حضرتك تحدثت بقى عن الخريطة المستقبلية، تمام، حسب كل هذه البيانات، وهرجع مرة تانية لحديث أنطونيو غوتيريش، خلينا نقول إن هو سرب واحدة من التوقعات، فكرة أنه عام 2024 هيكون الأكثر سخونة، حتى أكثر من 2023، بسبب حتى ظهور أو اكتشافهم لظاهرة النينو. أيوة. في المحيط الهادئ. إيه هذه الظاهرة وليه 2024 هيكون الأكثر سخونة، وفي نفس الوقت حضرتك بتقول في مستقبل قريب ومستقبل متوسط وطويل المدى. حسب هذه البيانات ايه اللي هيحصل ان كان على المدى القريب او المتوسط او الابعد؟ طب انا سعيد جدا ان حضرتك ذكرتي موضوع ظاهره النينيو. ظاهره النينيو هي ظاهره عالميه بتحدث نتيجه خلل في العلاقات البينيه بين الغلاف الجوي والغلاف المائي والغلاف الارضي. لاند اوشن اتموسفير، احنا بنقول عليها ديسربشن ان ذا كونكشن، هو حصل خلل أو حصل اختراق للعلاقات البينية بين الكواكب دي أو بين الأغلفة دي. لاند أوشن أتموسفير، الأرض، الغلاف الجوي والغلاف المائي. ده أنا آسف، لما ده بيحدث إيه اللي بيحصل؟ في كتلة مائية ساخنة جدا بتبقى موجودة في الساحل، في المحيط الهادي على الساحل الغربي الأمريكي. الكتلة المائية دي بيحصل لها حركة، بتبتدي تتحرك من الساحل الغربي الأمريكي ناحية ايشيا، ناحيه اليابان وناحيه الصين. لما بيحصل الكلام ده، الميه اللي هي بتسيب مكانها بتبتدي يحصل لها عمليات بروده، فيحصل علاقات في الميه، حاجه اسمها اب ويلنج وداون ويلنج، بتؤدي الى اختلاف درجات الحراره في المكان ده، وتخلي الكتله المائيه ديت لما بتبتدي تتحرك تبتدي تبرد، فترجع مره اخرى، فيبتدي تجد ان هذه الكتله المائيه بتتحرك يمينا ويسارا فيما يعرف باسم النينيو، اللي هي ساذرن اوسيليشن. هي عباره عن حركة بندولية بالكتلة المائية على المحيط الهادي. لما بتتحرك يمينا ويسارا ده بيصحبها تغيرات في الفيزس أو في المناخ، إن احنا بنجد عندنا حاجة بتبقى حارة جدا 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 فترة اللي هي بنسميها النينيو، وفترة أخرى بتبقى باردة جدا 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 بنسميها لانينيا. فأنا عندي الظاهرة ديت هي عبارة عن تو فيزز. ده بيحصل في قد إيه بقى؟ ده بيحدث كويس جدا، ده بيحدث بقى. الدراسات قالت لنا إيه؟ إن النينيو ديت ليها فريكونسي، يعني ليها فترات حدوث، ليها معدل، يعني ليها معدل بتحدث خلال فترة زمنية تتراوح من 2 ل 10 سنوات، من 2 ل 10 سنوات. الفكرة بقى إيه؟ إن أنا ممكن يتصادف يكون عندي موسم أمطار شديد يتصادف أو يتزامن مع حدوث النينيو، فحضرتك يهيأ لك إن الشتاء ده كان شتاء قارس، أو يهيأ لك إن الصيف ده كان صيف مختلف عن الصيف اللي فات، فتقولي إن الموسم اختلف. لا، هو الموسم ما اختلفش، هو حصل تطابق أو حصل تزامن مع ظاهرة التغيرات الموسمية مع ظاهرة أخرى اللي هي النينيو، لما حصل لهم الريزونانس ده أو الاتنين حصل لهم أوفرلاب أو التزامنوا مع بعض، فالإمباكت على حضرتك بان أكبر. حضرتك تقصد إنه هذه الكتلة لما تتحرك وهي بسخونتها، تجاه حضرتك قلت تتحرك تحت آسيا، مظبوط، لما تتحرك وهي في سخونتها بيحصل، وحتى طبعا مواسم بينهم بنتكلم من 2 ل10 سنين، شكل الموسم نفسه بيتغير حسب درجة حرارة هذه الكتلة على مستوى الكوكب. طبعا ظاهرة أكيد. ظاهرة النينيو هي عبارة عن ظاهرة جلوبال، بس بصي حضرتك بنقول عليها بيبقى ليها لوكال امباكت، عشان كده احنا بنقول على الظاهرة ديت جلوكال فينومينا. شفتي الكلمة جلوكال؟ هي جلوبال امباكت اون ا لوكال سكيل. انا بنظر على ظاهرة عالمية او ظاهرة جلوبال، ولكن ببص على الامباكت بتاعها على نطاقي، على مكان محدد، لوكال امباكت. فبيطلق عليها كلمه، حتى الكلمه ديت لو بصينا عليها في الديكشنري انجلش تلاقيها كلمه جديده مستحدثه. صحيح. كلمه جلوكال يعني جلوبال امباكت، جلوبال ولوكال بالظبط كده. هي بنبص على الجلوكال امباكت لهذه الظواهر. الظواهر ديت هي بقى اللي بتؤدي الى ايه؟ خليني اقرب الموضوع لحضرتك. هي ديت اللي بتؤدي الى حدوث جفاف في اجزاء في افريقيا، هي اللي تؤدي الى حدوث فيضانات في بنجلاديش، هي اللي بتؤدي الى حدوث حرائق غابات في اليونان وفي تركيا. طب احنا بنتكلم على الايكولوجي بقى، يعني ممكن عارف يا دكتور احنا عندنا مشكله في الاويرنس او في الوعي بالظبط، انه لما نيجي نتكلم على الجفاف في افريقيا والحرائق في غابات الامازون، والناس ما بتستوعبش قوي المشاهد دي، بس لما نيجي نقول حادثه مثلا ظهور قروش في مش عارفه فين، في مكان مش متوقعينه او بالزبط. مش معتادين انه موجود فيه. البيئة اختلفت. ده بقى ليه علاقه. احنا بنتكلم مثلا البحر المتوسط زادت درجه حرارته 2 درجات بالظبط. تمام. ده معناه ايه؟ احنا بنقول 2 درجات، ايه يعني 2 درجات؟ ايه اللي هيحصل؟ هقول لحضرتك كوكب الارض، ربنا لما خلق كوكب الارض خلقه ان احنا بنقول عليه متعدد الانظمه، يعني الارث ده عباره عن سيستم، نظام. بنقول عليه سيستم اوف سيستمز، هو عباره عن نظام متعدد الانظمه. ايه الانظمه ديت؟ احنا دايما بنقول في الكلمات، بنقول كلمه اتموسفير اللي هو الغلاف الجوي، سفير، كلمه سفير، هيدروسفير الغلاف المائي، بايوسفير الغلاف الحيوي. كلمه سفير ديت هي الاغلفه المختلفه، الاتموسفير والبايوسفير والكرايوسفير والهيدروسفير، كل الاغلفه ديت هي عباره عن انظمه ستاند الون، يعني انظمه قائمه بذاتها. صحيح. كوكب الارض هو عباره عن نظام متعدد الانظمه. وضعناها ووضعنا الميزان، لازم كل حاجه بحساب. ايوه بالظبط كده. كل الامور ديت او كل هذه الانظمه بتتعامل مع بعضها البعض. عندما يحدث خلل في العلاقات البينيه بين هذه الانظمه، هو ده اللي بيؤدي الى كوارث طبيعيه اللي حضرتك بتشهديها. كل الظواهر اللي حضرتك تفضلت بيها ديت متصله ببعضها البعض، يعني ما حدش يتخيل ابدا ان ما يحدث في الامازون نحن بمعزل عنه في البحر المتوسط. كل الظواهر ديت هي مرجعيتها واحده، كل الظواهر ديت الاساس وراها واحد، هو اختلافات ايكولوجيه موجوده على كوكب الارض. الفكره بقى كلها ايه؟ ان احنا كعلماء متخصصين في الارث ساينس او في علوم الارض، احنا بنحاول ندرس ايه؟ انا مش بدرس ظاهره، يعني انا لا انا غير معني بالفيضان، انا معني بالبروسيس التي تؤدي الى الفيضان، العمليه او اسباب البروسيس العمليه. هي دي اللي انا ببص عليها، هي دي اللي انا اقدر اتنبأ بيها. انا اتنبأ بالبروسيس، ما اتنبأش بالحدث، يعني انا اتنبأ بايه هو اللي ممكن يؤدي الى درجات الحراره. لكن حاجه ما تقوليليش هو بكره هيكون اكتر يوم حر على الكوكب ولا ما اعرفش، ولا ده الارصاد الجويه ولا الارصاد، يعني الارصاد شغلهم محترم. لا طبعا انا بتكلم ان ده قطاع وده قطاع، ده هنا ليه دور او ليه مهام معينه، وهنا في مهام معينه ملوش اي علاقه طبعا بالزبط. بس عشان بس الناس بيبقى عندها خلط في المهام احيانا. لا. طيب دكتور، ايه اللي ممكن نعمل؟ في حاجه تتعمل لو هنتكلم جلوبال وايز او العالم كله؟ لازم في خطوات او اجراءات لازم تتخذ، ولو هنتكلم حتى محليا الاجراءات هتختلف من قطاع الى قطاع، من مكان الى مكان، من متسبب الى متضرر. يعني العالم كله، يعني انا لو جيت اتكلمت على قاره افريقيا، مش هتكلم عن مصر، هتكلم على قاره افريقيا. قاره افريقيا تاثيرها او مشاركتها في عمليات الاحترار العالمي او الانبعاثات الحراريه غير موجوده على خريطه العالم. بمعنى ايه؟ لو انا قررت في يوم من الايام ان قاره افريقيا قفلت ابوابها، ما عملتش اي انبعاثات على الاطلاق، هذا لن يؤدي الى تغيير شيء طبعا في الاحترار العالمي او كميتيجيشن. جربناها في كورونا اصلا، يعني حتى مش محتاجين نتخيل الموقف يعني. لكن ده هيفرق مع الدول العظمى، هيفرق مع الصين، هيفرق مع امريكا، هيفرق مع اوروبا، هيفرق مع الهند. هم عليهم دور معين وانا عليا دور اخر. انا عليا ان انا ابص كويس جدا 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 على الادابتيشن ستراتيجيز، ازاي ان انا اتاقلم، ازاي ان اكون على درايه بما يمكن ان يحدث في المستقبل. انظمه الانذار المبكر شيء انا في وجهه نظري على من اهم ما يمكن الاهتمام به الان في الدوله المصريه او في قاره افريقيا ان جنرال او في الميدل ايست بشكل يعني نطاقي، ولكن انظمه الانذار المبكر ديت مهمه جدا جدا جدا. حضرتك تفضلتي وذكرتي البحر المتوسط ان درجه حرارته زادت درجتين في اخر 3 عقود، ودي حقيقه. ده يمكن تكون زادت 2 وشويه كمان، ومن المتوقع ان درجه حراره البحر المتوسط تزداد حوالي 5 درجات مئويه بنهايه القرن، يعني عند عام 2100 هتزداد 5 درجات. البعض يتصور احنا لما بنقول حاجه زي كده ايه المشكله يعني؟ لا، لما تظهر قروش او تظهر حاجات، البيئات اختلفت، البيئات البحريه انا لازم اكون فاهم ايه هي خصائص البيئه البحريه اللي اصبحت الان اللي هي ممكن تكون جاذبه لكائنات او لاشياء احنا لم نتوقعها. محتاج اكون عارف الحاجات دي، محتاج ابقى فاهم ان البحر المتوسط لما درجه حرارته تزداد بهذا الشكل ابتدى خصائصه تختلف. الخصائص البحر المتوسط اصبحت شبيهه بخصائص المحيط الاطلنطي. صحيح. درجه الحراره زادت في منطقه احنا بنقول عليها منطقه البحر المتوسط، دي منطقه غير استوائيه، تقع خارج النطاق الاستوائي. تروبيكال ريجن هو المنطقه القريبه من خط الاستواء والمدارات، مدار الجدي ومدار السرطان، هي دي ما يطلق عليها التروبيكال او الاستوائيه. البحر المتوسط خارج هذه الحدود تماما، فانا بره الاستوائيه، فازاي انا اصبحت الكاركترستكس بتاعتي بقت مشابهه بالاستوائيه. معنى كده الظواهر اللي انا بشوفها في المناطق الاستوائيه زي الاعاصير وما شابه ممكن ان تحدث في البحر المتوسط، وعشان كده بنقول عليها ايه؟ تروبيكال لايك سايكلونز او اشباه الاستوائيه، هي مش والكائنات اللي في المحيطات الاستوائيه هتنتقل للبحر المتوسط. زي ما حضرتك بتتكلم، هي ظروف، هو ميزان وسيستم حصل فيه خلل. صحيح. وسيستم ربنا سبحانه وتعالى خلقه بالزبط. اي خلل هنشوف فعلا نتائجه علينا، وهنشوف اثاره على الكوكب. واعتقد احنا مش يعني خلاص احنا بجد بنشوف بقى فعلا اثار ملموسه وكلنا حاسينها. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور هشام العسكري، نائب المدير التنفيذي لوكاله الفضاء المصريه واستاذ الاستشعار عن بعد. الحقيقه يمكن في نقاط كتير جدا يا دكتور كنت حابه اتكلم مع حضرتك فيها، ولكن تهيألي محتاجين نفرد لها اكتر من حلقه. ان شاء الله يكون لينا لقاء تاني بكل تاكيد. شكرا لحضرتك. مشاهدينا، التاسعة صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا شرف. اتفضلي يا دينا. شكرا لك جمان. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري. أهلا بكم. تستأنف اليوم الجلسات النقاشية للحوار الوطني، وذلك في الأسبوع الخامس من الجلسات، حيث تبحث لجان المحور السياسي قضايا مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والمحليات والنقابات والعمل الأهلي. بينما تبحث جلسات الثلاثاء المقبل في المحور الاقتصادي قضايا العدالة الاجتماعية والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي. وقرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسة خاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي يوم الخميس المقبل لاستكمال مناقشات حول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب والمحال إلى الحوار الوطني من مجلس الوزراء بناء على توجيهات الرئيس الجمهورية. وأكد مجلس الأمناء إرجاء جلسة الصناعات الثقافية التي كان من المقرر لها الخميس المقبل واستبدالها بجلسة خاصة للجنة التعليم لسرعة إنهاء مناقشات حول مشروع القانون. أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس عن أمل بلاده في عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الجزائر، وأن يتم فتح الحدود بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي كلمته بمناسبة الذكرى ال24 لجلوسه على العرش، أكد العاهل المغربي أن المغرب لن يكون مصدر أي شر أو سوء للجزائر، مشددا على الأهمية الكبيرة التي توليها بلاده لروابط المحبة والصداقة بين شعبي البلدين. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لا ترفض إجراء محادثات تتعلق بأوكرانيا. وأضاف الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحفي بعد يوم من اجتماع بوتين مع زعماء أفارقة في سان بطرسبرغ أن مبادرة السلام الإفريقية وكذلك المبادرة الصينية يمكنهما أن تكون أساسا للسلام، مشددا على صعوبة وقف إطلاق النار بينما يشن الجيش الأوكراني هجوما. قال أمين مجلس مدينة زابورجيا بجنوب أوكرانيا أناتولي كورتيف إن صاروخا روسيا أسفر عن مقتل شخصين وتهشم نوافذ شقق سكنية في المدينة. وأضاف كورتيف عبر تطبيق تيليجرام أن الصاروخ أصاب منطقة مفتوحة، مشيرا إلى أن موجة الانفجار حطمت نوافذ 13 مبنى شاهقا وألحقت أضرارا بمبنى مؤسسة تعليمية ومتجر كبير. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا نفذت بعض الضربات الوقائية بعد هجوم شنته أوكرانيا على جسر القرم وتسبب في وقوع أضرار. وفي سياق آخر أكد بوتين أن الشركات الروسية ستحقق المزيد من الأرباح بفضل انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وذلك بسبب ارتفاع أسعار الحبوب. وأضاف بوتين أن روسيا ستقتسم الربح مع أفقر الدول بفضل التوصيل المجاني لحبوبها. يستعد قادة دول غرب إفريقيا للاجتماع في العاصمة النيجيرية أبوجا واليوم في قمة طارئة للبت في اتخاذ الإجراءات لاستعادة النظام الدستوري في النيجر وعودة الرئيس محمد بازوم رئيسا للبلاد بعدما أطيح به على يد الجنرال عبد الرحمن تيبياني. ويمكن لقادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس المكونة من 15 عضوا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا المؤلف من 8 أعضاء تعليق عضوية النيجر في المنظمتين واستبعاد البلاد من البنك المركزي الإقليمي والسوق المالية وإغلاق الحدود. وقبل قمة اليوم أصدر المجلس الانتقالي الذي استولى على السلطة في النيجر بيانا عبر شاشات التلفزيون الرسمي حذر فيه من أي تدخل عسكري في بلادهم. لقي ما لا يقل عن 9 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين في انفجار مفرقعات مخزنة في مستودع بجنوب تايلاند. وأعلنت تايلاند أن المفرقعات انفجرت وأشعلت حريقا في مستودع غير مرخص في سوق بالإقليم الجنوبي. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم مرة تانية ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الرياضة محليا وعالميا. لعيبة الزمالك اللي شاركوا في مباراة الاتحاد المنستيري التونسي في البطولة العربية شاركوا في تدريبات استشفائية وتوجه باقي اللاعبين إلى ملعب عكاظ لأداء الميران تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، وده استعدادا للقاء الشباب السعودي اللي هيكون يوم الاثنين على ملعب الملك فهد بالمدينة الرياضية في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية. مجلس إدارة النادي المصري قرر تعيين الدكتور ميمي عبد الرازق مدير فني لقطاع الناشئين والبراعم ومستشار فني لرئيس مجلس الإدارة، وده بعد انتهاء مهمته كمدير فني للفريق الأول عقب نهاية الموسم. المسؤولين في نادي زد أنهوا التعاقد مع علي لطفي حارس مرمى الأهلي على سبيل البيع النهائي لمدة 3 مواسم قادمة من أجل تقديم أو تدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز في الموسم المقبل. لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي أعلنت التعاقد مع الإيفواري سيرجي أكا لاعب وسط الإسماعيلي السابق لمدة موسمين. المنتخب مصر لناشئات الاسكواش توج ببطولة العالم للفرق التي أقيمت في مدينة ملبورن الأسترالية، وده بعد الفوز في المباراة النهائية على منتخب ماليزيا بنتيجة 2-0 ليحصد الفراعنة البطولة 18 على التوالي في تاريخ المسابقة. نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني أعلن عن تعاقده مع الهداف الأورجواياني أديسون كافاني في صفقة مجانية، وده من خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية بعد أن فسح عقده مع ناديه السابق فالنسيا الإسبانية. فريق نانت الفرنسي المحترف ضمن صفوف المهاجم المصري مصطفى محمد اتعادل مع هال سيتي الإنجليزي بنتيجة 1-1 في المواجهة الودية اللي جمعتهم ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد 2023-2024. فريق نابولي الإيطالي حقق فوز كبير على نظيره هاتاي سبور التركي 4-0 خلال المباراة اللي جمعت الفريقين في إطار الاستعداد للموسم الجديد. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لجمعنا علشان نكمل معاكم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بشكرك يا دينا، شكرا جزيلا لاستعراضك الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. ولسه كلامنا عن الرياضة ما خلصش، بما إن عشاق نادي الاهلي النهارده مستنيين طبعا مباراه النادي الاهلي مع فريق الداخليه في دور ال16 لمسابقه كاس مصر. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن هذه المباراه، ازاي هيتعامل كولر مع المباراه، ايه التاكتكس او التكتيك اللي ممكن يعتمد عليه، ازاي فريق الداخليه ممكن يستعد للمباراه ويقدم مباراه قويه. كل ده واكتر هنعرفه من عبد الحميد فراج الناقد الرياضي. نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليكم، منورنا. صباح الخير عليك يا جمانه، صباح الخير على كل مشاهدي التلفزيون المصري، وسعيد جدا ان انا في ضيافتك النهارده. شكرا، شرف ليا طبعا. شكرا جزيلا. طيب ايه بقى النهارده، يعني هل تعتقد مبدئيا كده ان الماتش محسوم؟ شوفي، هو في فروق فنيه طبعا مؤكد بين الفريقين، وخلينا نتفق كمان ان ظروف المباراه دي تحديدا فريق الداخليه كان حابب او كان وجه كمان مطالبات سواء لاتحاد الكره او للنادي الاهلي لتاجيل المباراه. عندهم مشاكل كتيره جدا، عندهم اكتر من 18 لاعب دفعه واحده انتهت عقودهم ورجعوا من الاعارات واصبح غير موجودين في القوام الرئيسي لفريق الداخليه في المباراه النهارده، فكان بالنسبه لهم مواجهه صعبه جدا وحاولوا ياجلوا المباراه ديت لما بعد ذلك، وخصوصا ان كده كده الطرف الكاس مصر مش مكمل في لنص النهائي زي طرف الزمالك وبيراميدز، ولكن اتحاد الكوره رفض وتمسك باقامه المباراه في موعدها لان الاجنده مزدحمه جدا، واي تاجيل هيسبب ارتباك لجدول الدوري وجدول المسابقات في الموسم الجديد، فاصر اتحاد الكوره على اقامه المباراه ديت في موعدها. وما بعدها الفائز من مباراه اليوم هيواجه النادي المصري ان شاء الله يوم الخميس المقبل، فكان فكره التاجيل فكره مرفوضه لدى المسؤولين في اتحاد الكوره. المباراه مش يعني ما نقدرش ازاي برضو تعامل، دي نقطه مهمه، 18 لاعب ده رقم يعني كبير جدا، رقم كبير جدا. انا بستعرض كده اسماء القائمه بتاعه فريق الداخليه، تقريبا ما فيش غير كليتشي وكريستوفر الثنائي الاجنبي واحمد عبد الرسول وسمير فكري، ده من القوام القديم، والباقي كلهم لعيبه من الشباب ومن الناشئين. حتى المدير الفني يا جمانه النهارده اللي هيدير المباراه كابتن هيثم جبريل بعد رحيل كابتن علاء عبد العال عن تدريب الفريق. كابتن هيثم كان مدير قطاع الناشئين في نادي الداخليه، ففي ارتباك فني واضح جدا في فريق الداخليه سواء على مستوى الاداره الفنيه من خارج الخطوط او على مستوى اللاعبين اللي هيشاركوا في المباراه النهارده. ولكن رغم كل المقدمات دي ورغم كل المؤشرات دي ما نقدرش نقول ان في مباراه محسومه. في فروق فنيه كبيره في الوضع الطبيعي، وما يزادها الظروف المحيطه بالمباراه دي تخلي النادي الاهلي ليدنج في المباراه، يخلي النادي الاهلي هو الاقرب والطرف الاقرب للتاهل. ولكن احنا دايما بنقول بطوله كاس مصر والدوافع اللي ممكن تكون عند اللعيبه الشباب والدوافع اللي تكون عند اللعيبه اللي ما ظهرتش، ان كل واحد عايز يقدم نفسه قدام اسم كبير جدا امام زي النادي الاهلي، ممكن تخلي المباراه يكون فيها بعض الصعوبات على النادي الاهلي في المباراه النهارده. طب مارسيل كولر هيعمل ايه؟ يعني هل هيبقى بالنسبه له النهارده هيريح اللعيبه بتوعه الاساسيين؟ هل هينزل بيهم؟ هل هيجرب تكتيك جديد؟ لانه احيانا بيكون ليه خطط كده غير متوقعه، بيحب يجرب حاجات كده جديده. ايه اللي هيعمله النهارده مارسيل كولر؟ شوفي، هو مارسيل كولر من بدايه توليه الاداره الفنيه للنادي الاهلي هو الراجل حابب ان هو يعمل ارقام كويسه، حابب ان هو يفوز في كل البطولات اللي بيشارك فيها، وده ظهر حتى ان مع نهايه بطوله الدوري وحسمها بشكل رسمي ما ريحش اللعيبه في مباراه زي ماتش الزمالك زي ماتش حرس، ولكن لجأ للخطوه ديت في اخر مباراه فقط امام النادي المصري، وبعد ما خلاص بطوله الدوري اتحسمت وبعد ما هو نفسه شعر بان في حاله اجهاد كبيره جدا عند اللاعبين. ولكن في متابعه القائمه بتاعه مباراه النادي الاهلي النهارده، لا هو بيلعب بالقوام الرئيسي المتاح عنده بكل اللعيبه المتاحه عنده، موجود كل الاسماء اللي متاحه ان هو يلعب بيها، فاتخيل ان كولر هيكون حريص ان هو يخلص المباراه بدري بدري. هيلعب بالاساسيين وهيلعب بالخطه بتاعته المعتاده، هيحاول يخلص المباراه بدري بدري، ربما في الشوط الثاني لو حس ان النتيجه مطمنه يقدر يدفع ببعض العناصر اللي ممكن يجربها في المباراه النهارده. طيب بالنسبه ان كان النادي الاهلي او حتى الداخليه اللعيبه بشكل عام يعني في المباراتين او عفوا في الفريقين، اعتقد انه مع ارتفاع درجه الحراره طريقه التدريب والتاهيل البدني لازم تختلف عشان اللعيبه تقدر تتعامل مع ارتفاع درجه الحراره. كمان مش تعاملوا بقى مع النقطة دي ولا لسه؟ 100% متفق مع حضرتك الأول في النقطة دي، ونقطة مهمة جدا. المباراة بالمناسبة اتغير ميعادها واتغير المكان بتاعها، هي هتقام النهاردة إن شاء الله الساعة 7 على استاد الكلية الحربية عشان الناس اللي بيسمعونا يبقوا متابعين المباراة. تبكير الوقت شوية، تبكيره لمدة ساعة، ومباراة الخميس الجاي بالمناسبة في برج العرب هتبقى الساعة 6 ودي هتبقى أصعب شوية مع ارتفاع درجات الحرارة اللي احنا بنتابعها في الوقت الحالي. مهم جدا ان على مستوى الفريقين يبقى في تخفيف للاحمال، اللعيبه ما تحسش باجهاد. فكره السوائل الكتيره للاعبين كان في بعض المباريات في الفتره الاخيره، وخصوصا في المباريات اللي بتقام في فتره العصر بيحصل توقف في المباراه، فكره الووتر بريك او ان توقف فيه توقف بسيط عشان اللعيبه تشرب سوائل وتشرب ميه عشان يستعيدوا قدرتهم على استكمال المباراه. مهم ده جدا كمان في الفريقين ان هم يعدوا اللعيبه بدنيا ازاي لخطوه زي دي. اعتقد ان النهارده ممكن يكون نسبيا كمان، والارصاد اكدوا لنا ده وطمنونا شويه ان الجو النهارده انسب شويه من الايام اللي فاتت، فان شاء الله ما ياثرش ده على مجهود اللاعبين في المباراه، ولكن ده اكيد في الحسبان على مستوى الاجهزه الفنيه في الفريق ده وفي الفريق ده. طيب بالنسبه للنادي الاهلي ما شاء الله يعني شايفين شكل الفريق وقوام للفريق صحيح. زي ما كنا بنتكلم انه النادي الداخليه عنده بعض التحديات. مظبوط. تفتكر النهارده شكل المباراه هيبقى عامل ازاي؟ الداخليه هتحاول انها تثبت وجود على الاقل، حتى لو ما كسبتش هيحاول يثبت وجود. هل هيبقى في تكتيك معين المدير الفني هيحاول يلعب بيه؟ ايه اللي هيحصل؟ توقعاتك كده ايه اللي هيحصل من قبل الداخليه؟ هو مؤكد كابتن هيثم جبريل هيبدا هيشتغل على فكره ازاي استنفاذ الوقت. كل دقيقه بتعدي هي في صالح فريق الداخليه، ازاي يقدر يامن دفاعاته في الشوط الاول تحديدا ويخرج في الشوط الاول بدون استقبال اهداف زي ما بنقول، او النتيجه 0-0، على امل ان هو يساعد مع اندفاع النادي الاهلي للهجوم في الشوط الثاني ان هو يبدا يلعب على المرتدات. ده اللي هيكون التكتيك او الفكر الاساسي لفريق الداخليه، ان انا ازاي اعدي كل ربع ساعه من المباراه بتعدي، كل 10 دقائق بتعدي، كل وقت بيستفيد بيه فريق الداخليه بيمثل مكسب ليه وبيمثل ضغط على النادي الاهلي اللي في الوقت ده هيبدا يلعب على الهجوم الضاغط، وقت ده هيلعب الداخليه على المرتدات الخاطفه. ده اللي هيكون السيناريو اللي بيعتمد عليه فريق الداخليه. فريق النادي الاهلي هيكون بيلعب باريحيه تامه، بيلعب بالخطه بتاعته بالتكتيك العادي بتاعه، بيلعب بالشكل الهجومي المتزن، مش هيبقى مندفع من اول دقيقه، ولكن للفوارق الفنيه ربما يحسم النادي الاهلي التقدم من الشوط الاول او في اي لحظه من لحظات المباراه، وفي الوقت دوت هيبدا هيسهل المباراه على نفسه مع اول هدف او مع اول هدفين، لان بعد كده فريق الداخليه مش هيبقى ليه زي ما بنقول مش هيبقى باكي على حاجه، وهيخش في الجيم وهيبدا يفتح خطوطه، وده هيسهل الامور اكتر واكتر فنيا على النادي الاهلي. لو قلنا نقاط قوه الداخليه ونقاط ضعفها، نقاط قوه الاهلي ونقاط ضعفه. خلينا نتفق على ان الداخليه سمير فكري من العناصر المميزه ومن الباقيين موجودين، زي ما قلنا الثنائي الافريقي سواء كريستوفر او كليتشي موجودين. احمد عبد الرسول من الاسماء برضو اللي كانت بتلعب اساسيه في الفريق في الفتره الاخيره، ده ممكن يكون الرباعي اللي بيعتمد عليه. ونقطة مهمة جدا بعيدا عن الأسماء اللي هتشارك، اللي مش عارفين النهارده مين اللي هيبقى من الشباب أو من الناشئين اللي هيبدأ يشارك مع الداخلية النهارده، ولكن فكرة الدوافع اللي عندهم أعتقد إنها هتمثل نقطة قوة جيدة جدا لفريق الداخلية. نقاط الضعف هو فكرة الغيابات، إن اللعيبة اللي بتلعب ديت هتبقى أول مرة بتنسجم مع بعضها، الجهاز الفني كمان أول مرة بيدرب الفريق، فالنقط دي كلها بتمثل ارتباك فني لفريق الداخلية. النادي الأهلي طبعا حدث ولا حرج، الاسماء اللي موجوده والقوام الاساسي اللي موجود، كل العناصر جاهزه. انا بس حابب اقف عند نقطه بسيطه جدا، فكره الايقافات. احنا النهارده النادي الاهلي في القائمه بتاعته او من العناصر اللي ممكن تلعب حسين الشحات. حسين الشحات كان طبعا في ازمه في مباراه بيراميدز وتوقف مباراتين، ومن ضمن العناصر الغايبه في النادي الاهلي محمد عبد المنعم. انا ليه اخترت فكره الايقافات عشان اتكلم عنها؟ مؤخرا او من اخر سنتين ثلاثه حصل فصل في توزيع الايقافات في البطولات، بقت كل بطوله منفصله بذاتها، بطوله الدوري ليها الايقافات بتاعتها وبطوله الكاس ليها الايقافات بتاعتها. فنتخيل ان النهارده الناس بتسال هو محمد عبد المنعم مش هيلعب ليه؟ موقوف ليه من نهائي كاس مصر الموسم الماضي؟ امر بعيد جدا. اتوقف 3 ماتشات بعد طرده في مباراه بيراميدز، امر بعيد جدا. لو كانت وقفهم من المسابقه المحليه عموما سواء في كاس الرابطه او في الدوري كان زمانه بيشارك النهارده. نفس الفكره النهارده، الناس مستغرب مش حسين الشحات موقوف ماتشين؟ طب هو اتوقف ماتش واحد وهيلعب النهارده ليه؟ لان كاس مصر غير بطوله الدوري. انا بناشد المسؤولين في اتحاد الكره يرجعوا تاني للنظام القديم، ان تبقى البطولات المحليه كلها الايقاف يمشي عليها. ما ينفعش انا النهارده محمد عبد المنعم موقوف مباراه من ابريل اللي فات بسبب ايقاف ان هو في كاس مصر بس، ويبقى حسين الشحات بيلعب النهارده ومش موقوف. لازم يحصل دمج تاني لفكره البطولات المحليه لتوزيع الايقافات على اللاعبين. طيب بما انك وجهت مناشده لاتحاد الكره، وبما ان احنا بالنسبه لنا الكره المصريه تم اختصارها مؤخرا في قطبين الكره المصريه، الاهلي والزمالك، طبعا هم ناديين كبار جدا، لكن في انديه ثانيه طبعا ممكن نقول مؤخرا ابتدى كمان يظهر بقوه، بيراميدز، فيوتشر، وزاد كمان برضو بس برضو في انديه ثانيه، عندك الاسماعيلي والمصري والداخليه، في انديه كتير جدا طبعا موجوده، وانديه قويه بالمناسبه، وانديه شعبيه، وانديه قديمه وليها تاريخ. وفكره ان يبقى عندك انديه قويه بتتنافس ان كان على الدوري او على كاس مصر او ده هيخلي عندك وفره في اللعيبه اللي طبعا تقدر تؤدي المنتخب الوطني الاول او حتى منتخب الناشئين او اي مكان. احنا محتاجين ايه عشان الانديه كلها مش هقول نفس المستوى، ولكن اقول مستوى متقارب، ما نبقاش واحنا قاعدين بنتكلم نقول طب هل دي المباراه دي محسومه، اصل الفرق في بين الفريقين كبير. ايه اللي محتاجينه عشان يبقى عندنا انديه مصريه قويه مستوى متقارب؟ شوف انت قلتي نقطه مهمه جدا، وان دخل في الفتره الاخيره بيراميدز وفيوتشر. انت ضربتي نموذجين مهمين جدا، وفعلا هم اضافوا قوه للدوري المصري في الفتره الاخيره، وبقوا اضلاع مهمه في اضلاع المنافسه في الكره المصريه. النهارده بنشوف بيراميدز بيبقى تاني في الدوري الممتاز قبل نادي الزمالك، بنشوف فيوتشر كان بينافس الزمالك على المركز الثالث، بنشوف الرباعي دوت موجود في البطولات الافريقيه وبيمثلوا مصر في البطولات الافريقيه. التجربه ديت لازم نقول ان مع التخصص في العالم كله والاستثمار اللي موجود في الكره دلوقتي بقت صناعه، فمهم جدا ان احنا نشوف الموضوع ده بانطلاق بقى في الكره المصريه وبشكل اوسع في الكره المصريه. طب الانديه الجماهيريه هتعمل ايه؟ الانديه الجماهيريه تلجا لفكره شركات كره القدم. لازم يكون لكل فريق شركه كره القدم مسؤول عنه. النادي نادي حكومي، اموال مال عام، مفيش اي مشكله، ولكن في شركه بتدير ملف كرة القدم. ده اللي هتساعد في ان هي تدخل عملية الاستثمار وتساعد في تنمية موارد الفريق دوت. فنبدأ نشوف اسم الاسماعيلي بيرجع من تاني، نبدأ نشوف المصري بيرجع من تاني، نشوف الاتحاد السكندري. ديت بالنسبة للأندية الجماهيرية، والأندية الخاصة ما عندهاش مشكلة لأن هي اوريدي قوام او فكرة الشركة وفكرة إدارة الملف ده موجودة عندها. لو ده اتطبق بشكل اوسع في الفترة اللي جاية، اتخيل ان هو هيكون بيصب في صالح الكرة المصرية بشكل كبير جدا. هذه الشركات من دورها هتعمل ايه بالظبط؟ أندية الشركات بتدير ملف الكرة بشكل أساسي، فكرة الأرباح والخسائر اللي عندها، إزاي إن أنا أعظم من الموارد بتاعتي، إزاي إن أنا أسوق الفريق بتاعي بشكل كويس، أوصل لأعلى درجة من درجات الرعاية بتاعة الفريق، مش ما بقاش معتمد فقط على إن أنا تابع للنادي دوت أو لاسم النادي دوت. وخلينا نتفق على حاجة، إن مجالس الإدارات في الأندية لما ما بيلاقوش فكرة المحاسبة القوية يعني بيديروا الملفات بشكل مش عايز اقول بتهاون او بتراخي، ولكن انا لما اكون صاحب شركه هتلاقيني باخد القرار اللي يكسبني في الاول. في نفس الفكره انا لما بعمل شركه لكره القدم للفريق ده، فانا هدفي الاساسي ان انا اكسبه فنيا واكسبه ماديا. اعتقد ده هيكون مهم جدا ان هو يخش في الفتره الجايه، وكمان ان انا هفتح الباب للاستثمار سواء داخلي او خارجي، رجال اعمال سواء شركات اخرى هتخش في الموضوع ده من خلال شركات كره القدم. مهول، استثمار مهول زي ما حضرتك قلت. كره القدم هي في الاول احنا شايفين صناعة. عندنا الدوري السعودي دلوقتي طبعا بقى حاجه مختلفه جدا مع التنميه اللي واضحه جدا وصندوق الاستثمارات اللي شغال هناك. اعتقد ان هيشوف هيسحب البساط شويه مننا في الشرق الاوسط، وهتبقى الرؤيه داخله شويه على الدوري السعودي، ولكن ده بيأكد ان الكره بقت صناعه في العالم كله. طبعا احنا بنتمنى التوفيق عامه لكل الاشقاء، لكن اكيد يعني مش هبدي اي حد على بلدي ولا اولاد بلدي، وانا خاصه ان احنا عندنا زي ما بيقولوا عندنا الكالبرز او عندنا الكوادر اللي تقدر وعندنا امثله كتير جدا، محمد صلاح وغير محمد صلاح لما الظروف والفرصه اتهيأت لهم بيحققوا نجاح كبير جدا، نجاحات كبير جدا جدا ولا يقارن. متفق معاك. فانا اتمنى ان الظروف دي تهيأ للعيبه والرياضيين عامه في اي كانت الرياضه في بلدهم. على اي حال يعني بشكر حضرتك جزيل الشكر الاستاذ عبد الحميد فراج الناقد الرياضي، نورتنا في صباح الخير. شكرا لحضرتك. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم ما تبقى من فقره في صباح الخير يا مصر. استنوني. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وزي ما كنا بنتكلم معاكم في بداية حلقتنا النهاردة عن الصداقة واختيار الصديق، واحكوا لنا عن مواقفكم مع أقرب صديق ليكم. في ناس بقى كتير قوي عملت منشن وصحابهم ردين عليها، ودي حاجة لطيفة جدا الحقيقة. طيب هنبدأ معاكم بالأستاذ محمد عناني، بيصبح علينا وبيقول الحمد لله أصدقاء العمر كتير، والحمد لله لحد دلوقتي ما قابلتش صاحب مش جدع، والحمد لله على نعمة الصديق. يعني ما شاء الله ده رزق عامة يا أستاذ محمد والله. في أستاذ محمد فاروق عامل منشن لصاحبه محمد الجلاد وكاتب رجولة والجدعنة. في كمان أستاذ أحمد مطاوع بيصبح علينا وبيقول صاحبي عبد الرحمن محمود صديق أجدع صاحب طلعت بيه من الدنيا، وأنا حبيت أقول له كده عشان يعرف إنه غالي عليا جدا، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره. في كمان أستاذ أحمد لا بس كده بقى، هو في التعليق التاني عامل منشن عشان كان نسي في التعليق الأولاني. فأستاذ بلال أشرف بيقول أنا ماليش صديق. ليه كده؟ يعني أعتقد إنه حاول أنت من دلوقتي، مفيش سن على فكرة إن أنت تبتدي تعمل أصدقاء، ملهاش سن خالص. ممكن الشخص يلاقي أقرب صديق ليه في سن متقدم، يعني ده عادي ممكن يحصل، فما تفقدش الأمل، بس تأكد إن هو حاجة مهمة إن يكون عندك صديق، أو على الأقل شخص بترتاح في القعدة معاه، شخص ترتاح في الكلام معاه. في أمي شعيب بتقول صاحبتي اللي طلعت بيها من الدنيا هي أختي الكبيرة، ربنا يخليها ليا ويكبر بخاطرها، أنا بحبها قوي وعامله لها منشن. صباح الخير عليك وربنا يخليكم لبعض. في كمان حمادة زكي الصياد صاحبي اللي عمري ما هعوضه، الله يرحمه الله يرحمه وتعيش وتفتكر، ودي خسارة صعبة صعبة جدا يعني، ربنا يصبرك. في كمان حساب باسم أنا روميو بيقول كل مرحلة وليها أصدقاء، المدرسة عن الجامعة عن الشغل، كل واحدة انشغلت بحياتها. ممكن نتقابل ازيك عاملة ايه وخلاص، مفيش غير أصدقاء العمل المقربين. لا دي أعتقد دي صداقة مبنية على الظروف، يعني فالصداقة المبنية على الظروف مش وحشة أكيد، ولكن الصداقة الحقيقية لا تعتمد على الظروف، إن كان شغل اختلف، ده في ناس تبقى أصدقاء من بلاد بعيد جدا عن بعض. على أي حال دي كانت مجموعة من إجابات حضراتكم ومشاركات حضراتكم في حلقة النهاردة. خلينا بقى نروح لموضوع مهم جدا 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 ويهم كل بيت مصري. خلاص قرب وقت ظهور نتيجة الثانوية العامة، كل الطلاب دلوقتي عندهم أحلام كتير جدا للالتحاق بالكليات اللي نفسهم فيها، وكتير من الطلاب والأهالي بيشوفوا إن دي بداية الطريق لاختيار المجال المناسب ليهم. عشان كده إحنا النهاردة هنناقش إزاي تقدر تحقق حلمك بعد الثانوية العامة. هل لسه في حاجة اسمها كليات قمة ولا لأ؟ أتمنى إن تكون الإجابة لأ، بس هنعرف هل ده لسه موجود ولا لأ. إزاي حتى نقدر نغير المفاهيم عند الطلاب والأهالي، كل ده هنعرفه من ضيفتنا دكتور منى حمدي استشاري الصحة النفسية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الفل. لسه في كليات قمة؟ للأسف. ليه؟ نعم. يعني طب اعتقد ان دلوقتي حتى المجالات الموجوده في سوق العمل اختلفت جدا جدا. طب ليه؟ وبقت يعني في فرايتي كبيره جدا، واصبح سوق العمل طالب تخصصات كتير ودقيقه. صحيح. يعني في رينج كبير قوي او تنوع كتير جدا في الوظائف اللي مطلوبه اكتر في سوق العمل، لكن للاسف ما زال فكره كليات القمه مسيطرة على النسبة الأكبر، عشان إحنا ما بنحبش نعمم، لأن التعميم طبعا كليات مهمة ومجالات مهمة جدا، دي ما فيش فيها نقاش، لكن احنا بنتكلم على فكرة حصر الاهتمام أو حصر الأحلام في كليات القمة. هو ليه الناس عندهم هذا الفكر المتجمد الثابت والتشبث الفظيع بهذا المساحة الضيقة، كليات القمة، طب، كليات الطبية والهندسة. ليه؟ هذا موروث ثقافي وتربوي واجتماعي. أعتقد عشان اللقب؟ مش عشان اللقب، انت بصي جميع المعتقدات الفكرية اللي احنا بنتمسك بيها واللي بتتحكم في سلوكنا وفي عقليتنا وفي تفسيرنا للأمور والتعامل معاها بتكون مكتسبة منين؟ مكتسبة من الموروث الثقافي. الموروث الثقافي ده بيجي منين؟ من المجتمع اللي انت بتسمعه طول الوقت في التلفزيون، في الدراما، في السوشيال ميديا. باباك ومامتك. دايما المشكلة ان احنا عندنا إشكالية فظيعة في البارنتس، في الآباء والأمهات أو الوالدين. دايما الأب والأم لديهم أحلام يريدوا تحقيقها في أبنائهم، وبيعيدوا أو يعيدوا استنساخ أنفسهم في أبنائهم. هم بيعملوا ده بلا وعي، يعني هم مش قاصدين، لكن هو الغالبية العظمى بتبقى كده. عشان ما نعممش، اللي عنده وعي ذاتي زيادة شوية وفاهم قوي ودارس تربوي، وعشان كده دايما احنا بننادي بفكره التأهيل ما قبل الزواج والتأهيل ما قبل الإنجاب، لأن للأسف الشديد احنا بنشوف في العيادات وفي المستشفيات حالات الاضطرابات النفسية والإدمانات وكل المشاكل اللي بتبقى عند الأبناء بجميع أعمارهم، بتبقى سببها أب وأم غير مدركين للتربية دي بتتم إزاي، بيعملوا أخطاء فادحة بيترتب عليها اضطرابات وتشوهات في الأبناء. طيب احنا عايزين نقول دلوقتي طبعا يا رب كل طلاب الثانوية العامة بلا استثناء وأهاليهم يفرحوا بالنتائج اللي كان نفسهم فيها، بس احنا دلوقتي طبعا وارد جدا ان انا يبقى عندي طموح وأحلام محددة، وللأسف الشديد كونها انها بتبقى جامدة يعني ثابته كده، ما فيهاش مرونه، ما فيهاش بدايل، ما فيش فرايتي، ما فيش تنوع، مش حاطط خطط بديله. لو انا مش حاطط خطط بديله قبل كده انا ممكن بسرعه اعمل حاجه اسمها تغير سريع للمايند سيت بتاعي، للعقليه بتاعتي، عشان اواجه النتيجه. ممكن في خلال فتره قصيره جدا من النهارده لبكره او لحين ظهور النتيجه ايا كانت، ان انا اعمل تغير سريع للمايند سيت بتاعتي. والمايند سيت بمعنى ايه؟ ان انا احولها من العقليه الجامده الى العقليه عقليه النمو. في كاتبه مهمه جدا اسمها كارول دويك، كتبت كتاب عن فكره المايند سيت، وان ازاي المايند سيت دي هي سيكولوجيه النجاح، السيكولوجي اوف سكسس. اذا انت عندك عقليه جامده فحتى لو كنت شديد الذكاء فانت مش هتعرف تحقق اي حاجه في حياتك غير انك انت تمشي في طريق يا دوبك مرسوم لك بالسنتي، بينما الناس اللي عندهم عقليه النمو، هي سمتها كده، نظرتك كمان هتبقى ضيقه جدا. بالظبط كده، عقليه الجمود وعقليه النمو. عقليه النمو احنا محتاجينها دلوقتي في انتظار نتيجه الثانويه العامه. يعني ايه عقليه النمو؟ ان انا ابقى عندي تهيؤ واستعداد مسبق للنتيجه، ان انا يبقى عندي تقبل ليها ومرونه. خلاص جه مجموع معين، المجموع ده وليكن ان مش ده اللي انا كنت بتمناه او مش هيدخلني الكليه اللي انا عايزها، في لحظه لازم اغير المايند سيت بتاعي وابتدي احط بدايل، يبقى عندي خطه بديله. ولا للاهالي؟ بصي هقول لك حاجه، احنا بنواجه كلام للاتنين، لان للاسف الشديد برضو الدراسات العلميه اثبتت ان دايما الخوف من الاخفاق، اذا سمي هذا اخفاق، هو طبعا مش اخفاق، ده من وجهه نظر اللي ما حققش التارجت بتاعه، بيبقى مش الخوف من الاخفاق في حد ذاته ومشاعر المصاحبه طبعا الحزن والضيق والغضب والانكار والكلام ده كله، ولكن الاساس في الخوف من الاخفاق هو فكره نظره الاخرين. صحيح. الآباء والأمهات اللي سموهم في مصطلح كده طلع في التربية اسمه هيليكوبتر بارنتينج، الوالدية المروحية، اللي هم بيشبهوهم بالطيارة الهليكوبتر، إن هم بيلحقوا أولادهم، بيسيطروا على أولادهم. على فكرة هم ما بيبقوش مدركين ده، وممكن كمان الأولاد يكونوا مش واخدين بالهم إن هم بيسيطروا عليهم، لكن هم في اللاوعي أنا بدي أحققت لابني باماله، باحلامه، بخططه اللي هي بتاعتي انا. طب هسالك سؤال، بنسمع مثلا بجد طفل صغير او لسه في المدرسه، اهله مثلا وهو ماشي في البيت يا دكتور يا باشمهندس، ده صح ولا غلط؟ ده ظهر في مسلسل بالطو، كان مسلسل لطيف جدا. يعني جاب البدايه، الاب اللي هو قاعد بيزرع في ابنه من هو صغير وجايب له السماعه، وكل الالعاب عباره عن حاجات الدكتور وبالطو الدكتور طبعا هو بيعمل ده، هو فاكر نفسه ان هو بيعمله. يا سلام، بأريحية، ولكن هو برضو نيته إيه؟ بيزرع، بيمهد للحلم الخاص بتاعه. إما إن هو فشل إن هو يحقق الحلم ده فعايز يحققه في ابنه، أو هو حققه وعايز ابنه أو بنته تبقى امتداد ليه. فطبعا دول بيسموهم الهليكوبتر بارنتنج، اللي هم اتكلموا عنهم في كتاب عن الآباء والمراهقين. طيب أنا دلوقتي مستني النتيجة، مطلوب من الآباء والأمهات بلاش نظهر التوتر والقلق والخوف والرهبة، حتى لو عملنا ده في الفترة السابقة فترات طويلة جدا، وأكيد كل الآباء والأمهات أو خلينا نقول أغلبهم بيعملوا ده طول السنة بوعي وبدون وعي. لا، إحنا في اللحظات دي، اللحظات دي فارقة جدا، لأن لحظة ظهور النتيجة مهما كان ابنك مش ظاهر إن هو قلقان. في ناس ساعات يقول مثلا ده انا ابني مش همه وعامل نفسه ولا في دماغه، قاعد ينام ويلعب، ما يمكن دي ديفنس نفسي بيعمله عشان يتغلب على التوتر. في واحد تاني ما بينامش وتعبان وقلقان وقاعد بيعبر عن قلقه. شايف انه دلوقتي التوتر خلاص ملوش معنى، يعني خلاص اللي حصل حصل وان شاء الله. مفيش حد في انتظار نتيجه مصيريه في حياته ما بيبقاش متوتر، ولكن التعامل مع التوتر والضغط بيختلف من شخص. واعتقد درجه التوتر بتختلف كمان يا دكتور. بتختلف طبعا. ففي ناس بجد يعني ممكن انا قلقان او عندي فضول حتى، او لا انا عايز اعرف انا نتيجتي كام، بس انا مدرك كويس جدا انه مفيش حاجه اقدر اغيرها. هو ده بقى، هو ده المايند سيت اللي احنا بنقول عليه، اللي احنا محتاجين نغيره. ان انا شوفي كل لما انا كان عندي خطط بديله بتقل تاثير الصدمه، او قد تلغى، مش هيبقى فيه اصلا صدمه. لو انا دلوقتي جايه رايحه مشوار وحاطه او داخله مشروع وحاطه في دماغي احتمالات ان انا هنجح بنسبه 100%، لا ممكن انجح بنسبه 50%، ممكن ما انجحش خالص، وحاطط البدايل دي قدام عيني من الاول، لما هيحصل اللي انا مش عايزه او اللي انا لا اتمناه هتبقى الصدمه اقل، هبقى جاهز. لكن العقليه الجامده اللي احنا بنتكلم عنها دي، اللي هي التشبث بالشيء، هو طب ده بيقلل من النجاح. هل اللي جايب مثلا 85 او 90 او 70 هو ما نجحش؟ هو نجح، ولكن ليس بمعاييره او بمقاييسه او بالمقارنه للي هو الهدف اللي حاطه من الاول. فعلى فكره كمان في فرق كبير جدا ما بين كلمه فشل واخفاق. يعني في ناس كتير بتتكلم على ايه، انا فشلت في الثانويه العامه. مين قال؟ فشل معناه ايه؟ فشل معناه ان انت تكون كسلت، تراخيت، وضعفت، وجبنت، يعني كنت جبان. لكن انت لو انت عملت اللي عليك وكنت شخص نشيط وكنت بتبذل جهد وبتعمل كل اللي عليك، فانت ما فشلتش، انت اخفقت في تحقيق النجاح بمعاييرك ورفضت تقبل النجاح العادي. انا لما ابقى جايب 85% انا كده شايف نفسي ان انا ده نجاحي عادي، مفيش تفرد، مفيش تميز. وطبعا الطمع الكبرى عندنا دايما اولياء الامور. احنا عندنا التعليم بيبقى عامل زي طوق النجاه كده اللي احنا متشبثين بيه، ولو ان في فئات دلوقتي واعيه وبتدرك ان مش هو ده، وان انا عايز ابني يبقى عنده صحه نفسيه وعنده شخص سوي اهم من الدراسه. ممكن يكون ناجح في حاجه ثانيه غير التعليم، ممكن يكون ناجح في الرياضه بالظبط، ممكن يكون ناجح في حاجه ليها علاقه بالموسيقى بالزبط. يعني مش شرط خالص. وعلى فكره دايما قصص التاريخ مليان قصص طبعا كتير جدا لناس اخفقوا في اشياء ومن ضمنها التعليم، واصبحوا بعد ذلك طبعا ناس حفروا اساميهم في التاريخ، زي طبعا اللي هو اينشتاين. طبعا ده كان في الطفوله كان بيوصموه بانه غبي وما بيفهمش حاجه، كان متاخر شويه ومتاخر دراسيا، وتقريبا قعد فتره ما ينطقش، وفي الاخر اخترع نظريه النسبيه واسمه عايش لحد النهارده، وجائزه نوبل. كمان توماس اديسون اللي اخترع المصباح الكهربي. كمان لما كنا بنتكلم عن المايند سيت دي، شوف هو بيتعامل مع الاخفاق ازاي. يعني قال جمله شهيره قوي، قال انا عمل 10,000 محاوله صحيح عشان يعمل المصباح الكهربائي، فلما جه يعبر عنها قال مش انا فشلت في 10,000 مره، لا ده انا اخترعت 10,000 مره لا يتم توصيل التيار الكهربي بيها. والمره يا دكتور دي نقطه مهمه جدا الحقيقه، يمكن في ناس كتير ما بتاخدش بالها منها. طول الوقت المواقف اللي بنعدي بيها هي واحده منذ بدء الخليقه، لكن فكره نظرتك ليها هي اللي بتختلف بالزبط. يعني هي اللي بتفرق. عشان كده باكد على فكره العقليه دي. مثلا تشرشل كان بيصف النجاح بايه؟ النجاح هو المضي قدما من إخفاق، وأنا ما بحبش أستخدم كلمة فشل، من إخفاق لإخفاق دون أن تخور عزيمتك أو تهبط إرادتك. هو ده النجاح. النجاح الحقيقي يقول لك النجاح هو استغلال المتاح. إيه المتاح ليك دلوقتي؟ جاني مجموع معين، مش ده اللي أنا كنت عايزه، ولكن هو أصبح هذا هو المتاح. إذا أنا قعدت جنب الحزن وبكيت على اللبن المسكوب، إيه اللي هيحصل؟ هضيع وقت وههدر طاقتي. فبالعكس أنا المفروض أستقبل. بننصح الناس يعني اللي هيحصل لها حاجات زي كده، طبعا مش الكل هيجيب كل المجاميع اللي نفسه فيها، بسرعه لازم يكون عندك خطه بديله. حلو، بسرعه لازم يكون عندك خطه بديله. انا ازاي اقدر ان كنت ولية امر او كنت طالب او طالبه، انا دلوقتي ازاي احدد انا عايزه اعمل ايه؟ انا طول عمري انا عايزه مثلا ابقى دكتوره، ده غلط جدا. طب لازم احط خطط بديله بناء على ايه؟ اعرف احدد ازاي؟ اولا أنا المفترض أنتهز فرصة هذا الواقعة اللي أنا شايفها دلوقتي، اللي أنا كنت أولا الشخص اللي بيجيب مجموع مش متوقع ده أصلا في تقدير سيلف استيم غلط، التقدير بتاعه لقدراته غلط، فدي فرصة. هذا الإخفاق اللي أنت هيحصل ده اللي من وجهة نظرك إن هو إخفاق هيديك فرصة إن أنت تبدأ تحط إيدك على نقاط القوة والضعف عندك. ما هو اللي حصل ده طالما انت عملت اللي عليك يبقى دي قدراتك. إيه اللي بيحصل في المواقف اللي زي دي؟ ان انا بيبقى عندي فرصه ان انا اكتشف حدودي وقدراتي وابتدي استغل اللي فيها عالي وابتدي احسن المنخفض. لازم نعترف بان احنا مش كلنا هنطلع دكاتره، مش احنا بنشوف حاجات غريبه جدا. يعني يبقى واحد جايب مجموع بعيد 20% عن الطب ومالوش حتى كمان فرصه في مصر يخش بشري، وممكن يكون ادبي. احنا بنتفاجئ ان في ناس ادبي طلعوا بره، والله العظيم بتحصل. ادبي والله بره في جامعات اللي هي بالفلوس، اوكرانيا وحاجات كده، بنكتشف ان في ناس كانت ادبي وطالعين بيدرسوا بشري، يعني عايشين وهم. طب ما ايه الفايده اللي انا ابني هيدخل بشري او هيدخل صيدله او يدخل اي قطاع طبي، قدراته في البيزكس الاساسيه اللي كانت في ثانويه عامه ما جابتش ده؟ هل هو هيطلع طبيب ناجح؟ هل انا في فايده لابني ان انا اعيشه الوهم واضغط عليه بشيء فوق قدراته؟ يعني هو مش هيعدي بصعوبه في سنوات الدراسه، هيطلع طبيب حاسس بعبء هو مش قده. طب ليه؟ طب ما هو ممكن يدخل مجال تاني وينجح فيه. فكرة كمان تقبل الموقف، لأن في ناس يطلق عليها برضه في مصر. بقول لك فكرة إن الدكتور جه والدكتورة جت والحاجات دي، بس الدكتوراه متاحة في كل المجالات. بالظبط، مش يعني مش بجد مش للدرجات دي. مهمة جدا إن أنا لو ما جاليش الهدف اللي أنا عايزه بسرعة، أنا ممكن آخد الفايدة اللي أنا دخلت كلية معينة، أكيد الكلية دي فيها قسم، أختار قسم ممكن يكون قريب، وخاصة ما شاء الله دلوقتي الكليات فيها أقسام متنوعة. فكرة التفوق أصلها، أو في ما هو كل المجالات فيها تفوق، فيها حاجات كتير، فيها ناس كتير جدا بتنتمي لكل المجالات دي. فكرة التفوق والتفرد دي موضوع، ده موضوع تاني وبيبان، فهي مش مستاهلة الضغط النفسي ده كله. احنا طالبين من الأباء والأمهات حاجة واحدة بس، إن هم يطبطبوا على أولادهم أول ما النتيجة تظهر ويحضنوهم ويقولوا الحمد لله، لأن كلمة الحمد لله والامتنان الدراسات العلمية أثبتت إنها بتهدي الأعصاب طبعاً، وبتغير الرضا. العقلية، الرضا بكل تأكيد. ما يبقاش ده بالكلام وأنا نظراتي ووشي والبادي لانجوج بتاعتي كلها فيها كسرة وخذلان وخسران طبعاً. وكلام من ده. ويا رب ما نمشي. طبعا احنا في كل الأحوال بنتمنى طبعا التوفيق لكل طلبة وطالبات الثانوية العامة، ويا رب كل البيوت المصرية تفرح بولادها، وإن شاء الله كله يجيب المجموع اللي هو عايزه. بس لو لا قدر الله حصل أي اختلاف في الخطط دي، يعني نقول الحمد لله، ودايما خطة ربنا أفضل لينا كلنا أكيد. ونشتغل على نفسنا زي ما الدكتور قالت. طبعا بحييها دكتور بدر حمدي استشاري الصحه النفسيه، نورتينا دكتور. صباح الخير يا مصر، نورك، شكرا ليكي. طيب مشاهدينا، خلينا نروح بقى دلوقتي سريعا جدا للعالمين، ونعرف من زميلنا باسم ابو العنين ابرز فعاليات مهرجان العالمين الجديده النهارده. باسم صباح الخير. صباح الخير جمانة، ازيك؟ وصباح الخير على مصر وعلى كل المصريين. وفي الحقيقة يعني من جمال الجو ومن جمال المكان، يعني الواحد بيتمنى تكوني موجودة، وكل الزملاء وكل المصريين يكونوا موجودين في العالمين، ليستمتعوا بالكرنفال الرائع الممتد نهارا وليلا في العلمين الجديدة من خلال كل الفنون اللي ممكن تتخيليها، فنون بحرية وعروض جوية وفنون ثقافية وعروض ترفيهية، وإقبال بصراحة متزايد من الجماهير اللي لا يكلوا ولا يقلوا عن المتابعة اليومية لفعاليات المهرجان وعروضه المستمرة. احنا هنتكلم على أبرز ما كان موجود امبارح السبت في العلمين. كانت بطولة البادل الدولية واللي ابتدت يوم الخميس واستمرت الجمعة وانتهت امبارح السبت. البطولة دي في الحقيقة كانت بطولة تحت اشراف الاتحاد الدولي لرياضة البادل، يعني ما كانتش مجرد مباراة ودية او حاجة على هامش المهرجان، ولكن دي كانت حاجة ليها ثقل دولي وليها متابعة دولية، وكان فيها مشاركات من اكتر من 100 من اللاعبين اللي بيمارسوا اللعبة دي، سواء كان من مصريين أو من إخوة عرب أو من أجانب. وحضرنا امبارح المباراة النهائية للبطولة واللي فازت فيها فريق مكون من بنتين من أوروبا، واحدة منهم من المملكة المتحدة، وكانوا في لقاء خاص معاهم أعربوا عن سعادتهم جدا بوجودهم هنا في العلمين، وكانوا من يعني كانت زيارتهم لمصر أصلا أول زيارة ليهم يزوروا فيها مصر، وفي الحقيقة كان من ضمن تعليقاتهم إن هم انبهروا، إن هم حاسين إن هم على الجانب الآخر من القارة الأوروبية، يعني هم ما حسوش إن هم في أفريقيا أو في دولة بره أوروبا، هم حسوا إن هم في بلد أوروبية متكاملة، وأشادوا برغم إن رحلتهم كانت قصيرة في العلمين، ولكن أشادوا بضخامة وفخامة العلمين بصفة عامة، وإن البحر كان عاجبهم جدا وقالوا إن هو يعني أحلى من البحر عندهم حتى في أوروبا. انتهت البطولة وتم تكريم الفائزتين وتم اعطائهم كاس البطولة. ده كان بالنسبة لي بطولة البادل، ودي كانت نسختها الأولى في مصر، وإن شاء الله تكون نسختها الجاية في الموسم الجاي من العام المقبل إن شاء الله. بالنسبة للعروض الفنية كان في 3 عروض فنية مختلفة. امبارح كان يوم نقدر نقول بنكهة شعبية وتراثية، عندنا كان في 3 فرق بتجوب الممشى السياحي، وفي الحقيقة كانت لفتة لطيفة إن هي مش متوقفة في المسرح في الممشى، ولكن كانت بتجوب طول الممشى بحيث إن هي تقدم فنها لكل المتواجدين. يعني الفقرة هنا كمان مئات الأمتار هيقدموها تاني وهكذا طول اليوم، يعني حتى بيوفروا على الجمهور عناء إن هو يروح لهم مكان معين. كانت معانا فرقة بتقدم التراث السيناوي، وكان في إقبال كبير من الجمهور عشان يتفرج على التراث البدوي السيناوي الأصيل عبر التاريخ السيناوي. كمان كان معانا فرقة للتراث السكندري كانت بتقدم فنونها في الممشى السياحي. ودي كانت أبرز عناصر وملامح امبارح في العلمين الجديدة. إليك جمال. باسم، واني بنشكرك طبعا شكرا جزيلا. في الحقيقه الصوره اللي وراك صوت البحر وصوت الهواء وصل لنا، واحنا كمان بنتمنى والله نكون معاكم. مش هقول لك بحقد عليك، لكن هقول لك اتمنى لك قضاء وقت ممتع جدا الحقيقه، وان شاء الله نجي لك برضو العلمين الجديده قريبا جدا. بشكرك طبعا شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. الزميل العزيز باسم ابو العين كان معانا من مدينه العلمين الجديده. مشاهدينا، بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. كنت مع حضراتكم على مدار 3 ساعات. صباح الخير يا مصر هيكون معاكم بكره في نفس الميعاد. زي ما كنا بنتكلم في بدايه حلقتنا عن الصداقه، دايما خلي عندكم شخص تثقوا فيه. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.